يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر، وبنعيد طبعا على كل إخواتنا الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كل سنة وانتوا طيبين وبألف خير، ودايما يا رب في سعادة وهنا. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وشعب مصر كله طيب، كل سنة وإخواتنا الأقباط طيبين وبألف خير. النهاردة عيد الميلاد المجيد، النهاردة هيكون القداس الساعة 7، بيحضروا القداس طبعا، وبعد كده مظاهر دينية واحتفالات وأجواء العيد بقى طبعا. بعدها بيفطروا بقى المحمر والمشمر اللي احنا مش عارفين بصراحة هو ايه المشمر ده، بس النهاردة هيكون في المحمر. بس انت هتاكل محمر ومشمر برضه؟ طبعا هنشوف بقى النهارده، هنكتشف المشمر معاهم النهارده طبعا. ربنا يجعل ايامكم يا رب كلها اعياد، ويا رب دايما في سعاده، وربنا يجعل ايامنا كلها نجاحات. يعني احنا خلاص كمان على جانب اخر 8 ايام بالظبط بيفصلونا عن انطلاق المباراه الاولى لمنتخبنا الوطني في بطوله كاس الامم الافريقيه لكره القدم قدام منتخب موزمبيق. 8 ايام من النسخه رقم 34 من البطوله بيشارك فيها منتخبنا بعد حصوله وحصده لهذه البطوله 7 مرات وصعوده للوصافه 3 مرات. بكل تاكيد هو تاريخ مشرف لمنتخبنا، احنا قادرين نترجمه ونحققه في حصد هذه النسخه من البطوله، واللي هتتلعب وهتنطلق يوم 13 يناير اللي جاي. طبعا مفيش شك ان منتخبنا قوي جدا، في لعيبه طبعا محترفين ولعيبه كبار، لعيبه رجاله قادرين ان هم يحققوا هذه المعادله، وكمان يظهروا بشكل يليق باسم مصر، ونقدر ان شاء الله نحصد هذه البطوله يا جماعه. هي شاذلي ان البطوله دي من احب البطولات لينا احنا كده كشعب مصر، ويمكن محطات منتخبنا الوطني في بطوله الامم الافريقيه مشرفه جدا، ورفع اسم مصر افريقيا مع اللعبه على مدار عقود وسنين طويله جدا. المنتخب هو الاكثر تتويجا بالبطوله، هو الاكثر حفاظا على اللقب، المنتخب اللي قدر يستحوذ على البطوله بثلاث نسخ متتاليه. المنتخب المصري هو المنتخب اللي كل مره بيشارك في كاس الامم الافريقيه وهو بيقدم اداء مميز وقوي ولافت جدا للانتباه. منتخبنا المره دي يقدر ينافس على حصد اللقب الثامن، خصوصا مع اللعيبه اللي اختارها المدير الفني روي فيتوريا. طبعا منتخبنا بيستهدف انه يرجع مره ثانيه لمنصات التتويج بلقب كاس الامم الافريقيه بعد غياب 13 سنه، عشان يضيف النجمة التامنة لدولاب البطولات. وأكيد طبعا خلال الأيام اللي فاتت لاعبتنا استعدوا بشكل جيد جدا لهذه البطولة، وروي فيتوريا المدير الفني اختار مجموعة كبيرة من اللعيبة المميزة الحقيقة. وأكيد طبعا المواجهة الودية اللي هيلعبها منتخبنا مع تنزانيا هتكون عبارة عن بروفا، استعداد أخيرة قبل طبعا السفر لكوت ديفوار. منتخبنا الوطني هيكون في المجموعة الثانية، واللي هيكون فيها منتخب المصري، منتخب رأس الأخضر، وغانا وموزمبيق. بالتأكيد مرحلة المجموعات هتكون صعبة، لكن كلنا واثقين في قوة وحماس وأداء لعيبة منتخبنا الوطني، وكلنا وراهم، وكلنا كمان بنساندهم وبندعي لهم ربنا يوفقهم، وكل تمنياتنا يرجعوا لنا المرة دي بالنجمة رقم 8. مرة تانية بنصبح على حضراتكم جميعا، صباح الخير عليكم، صباح الخير يا مصر.
قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلونا نروح للاميه ونتعرف منها على اخر اخبار الطقس في القاهره والمحافظات. يا لاميه صباح الخير. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير. ايه اخبار النهارده؟ الجو النهارده دافي ولطيف قوي. الاول خلينا نقول كل سنه وكل يعني اهالينا واصحابنا واخواتنا من الاقباط كل سنه هم طيبين، الليله عيد الميلاد بتاعهم، بس كمان الجو حلو قوي، بس بالليل تقيل، يعني تقيل تلبس تقيل شويه اقصد، لانه هيبقى برد شويه. بصبح عليكم وبصبح على كل مشاهدينا في كل مكان. خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لكن كمان في شبورة مائية بدأت من الساعة 4 الصبح وهتنتهي 9 الصبح لما الشمس تظهر، وأماكنها هتكون في الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وكمان متوقع لسقوط الأمطار لكن خفيفة، وده هيكون على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر، وفي كمان نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، وده برضو هيكون على فترات متقطعة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 22 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 27 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 19 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. هنبدأ مع حضراتكم من النشاط الرئاسي. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد مشروعات الطرق والمحاور الجديدة اللي تم تنفيذها والجاري العمل بها بمنطقة القاهرة الجديدة، واللي بتستهدف تطوير إنشاء شبكة طرق جديدة للاستفادة من مساحة 15,000 فدان ما بين جنوب طريق السخنة والقاهرة الجديدة في مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية، بما يزيد الدخل القومي ويوفر فرص عمل في القطاعات المتنوعة. كمان استمع السيد الرئيس لشرح لهذا المشروع، مشروع ربط القاهرة الجديدة بالدائري الأوسطي وتطوير طريق سوق السيارات والمنطقة المحيطة به. كمان اطمن من القائمين عليه على عمل الدراسات المرورية المستقبلية ودراسات أخطار السيول، وكمان مراعاة توفير وقت الرحلات واستهلاك الوقود. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تمت وتلك الجارية العمل بها بمنطقة القاهرة الجديدة، والتي تستهدف تطوير إنشاء شبكة طرق جديدة للاستفادة من مساحة 15,000 فدان ما بين جنوب طريق السخنة والقاهرة الجديدة. احنا بنتكلم في 15,000 فدان محمد. تمام يا فندم. بالك التطوير ده اللي بالتنمية اللي بنعملها دي، انت بتقدم 15,000 فدان تنمية عمرانية وتنمية ممكن تتعمل فيها مناطق صناعية وممكن تتعمل فيها كلام كتير قوي. انت فين ده؟ انت فينك وفين القاهرة الجديدة يا زين؟ مفيش حاجة. النهاردة الشبكة اللي انت بتعملها ديت 15,000 دول، 15,000 فدان دول، الشبكة الطرق دي وبالمرافق بعد كده هنبقى احنا قادرين ان احنا نقول ايه، نقدر نضيف سواء للقاهرة الجديدة او للمناطق المستثمرين اللي هي امتداد شرقا كده، مش كده شرقا؟ ايوه كده، نضيف لهم 15,000 فدان. كما استمع سيادته لمشروع ربط القاهرة الجديدة بالدائري الأوسطي وتطوير طريق سوق السيارات والمنطقة المحيطة به، واطمأن من القائمين عليه على عمل الدراسات المرورية المستقبلية ودراسات أخطار السيول ومراعاة توفير وقت الرحلات واستهلاك الوقود. إنشاء شبكة طرق بإجمالي أطوال 40 كيلو متر وعرض 8 حارة مرورية في كل اتجاه، 5 رئيسي و3 فرعي، ودي يا فندم المنطقة دي كانت تضاريسها صعبة جدا، وبشبكة الطرق دي يا فندم هنحقق الاستغلال للاستثمارات الأمثل للمنطقة. إنشاء شبكة طرق داخلية بإجمالي أطوال 25 كيلو متر وعرض 4 حارة مرورية في كل اتجاه، ودي يا فندم لخدمة التجمعات التنموية والعمرانية المستقبلية يا فندم. تم يا فندم الانتهاء من محور جمال عبد الناصر وامتداده، وربط محور جمال عبد الناصر بمحور السادات لعمل محور مروري داخلي داخل القاهرة الجديدة، وتم مراعاة فندم عمل ممشى للعجل وممشى للأفراد وأماكن انتظار للسيارات يا فندم. وتم فندم الانتهاء من أعمال تطوير محور العبور ومحور الجزيرة وامتداد محور محمد نجيب. محور العبور ليصبح 6 حارة مرورية في كل اتجاه بدلا من 3 حارة مرورية، محور الجزيرة ليصبح 6 حارة مرورية في كل اتجاه بدلا من 3 حارة مرورية، وتم الانتهاء من الطريق الواصل بين محور الجزيرة ومحور العبور بعرض 6 حارة مرورية يا فندم إنشاء جديد، وتم الانتهاء من تطوير امتداد محور محمد نجيب
ليصبح 10 حاره مروريه في كل اتجاه بدلا من 4 حاره مروريه فن، 6 رئيسي و4 فرعيه فن. والمنطقه فندم جاهزه لاستقبال الاستثمارات المخططه والمقترحه فن والامتداد العمراني. واستكمالا يا فندم لاعمال التطوير، تم يا فندم العرض والدراسه وعرض العرض على سيادتك مشروع ربط مدينه القاهره الجديده بالطريق الدائري الاوسطي وتطوير طريق سوق السيارات والمنطقه المحيطه به. وبدانا فندم بالفعل بننفذ دلوقتي يا فندم اربع مكونات رئيسيه. اولهم يا فندم محور طلعت حرب بطول 8 كيلو متر وعرض 5 حاره مروريه في كل اتجاه، يعمل كمحور موازي يا فندم لمحور محمد نجيب، وبيربط القادمين من جميع محافظات مصر عن طريق الدائري الاوسطي للقاهره الجديده. وبيربط يا فندم القادمين من شارع التسعين الجنوبي مرورا بمحور جمال عبد الناصر، اللي هو بقى فندم محور مروري داخلي من خلال محور السادات ومحور جمال عبد الناصر، بيربط ويربط القادمين من طريق القطامية العين السخنه السياحي وينتهي بالدائري الاوسط يا فندم. ده فندم هيسهل الحركه المروريه ما بين سوق السيارات والمناطق الصناعيه وربط القاهره الجديده بالمحافظات المربوطه من الدائري الاوسط يا فندم. هنخلص امتى طب؟ سيادتك لا انا بتكلم على ده. سيادتك الكلام ده كله جسر ترابي بالاعمال بالكباري والانفاق والاعمال الصناعيه، كجسر ترابي هيبقى اخر شهر 6 شغال خلصانين. لا احنا هنعمل كده سيادتك عشان احنا ممكن نشتغل، بس هيبقى في مشكله عشان موضوع المرافق. احنا بننسق مع جميع جده ولا سيادتك حاليا هم شغالين معانا، وزاره الاسكان وزاره الكهرباء وزاره البترول وزاره الاتصالات، عشان واحنا شغالين يبقى المرافق البنى الاساسيه سيادتك تكلت على سيادتك تبقى موجوده، بحيث ان احنا بعد كده لما يبقى التنميه اللي هي المرافق موجوده يبقى ده موجود الكلام ده وموجود المرافق بتاعته كلها طبقا للاعتماد اوامر سيادتك سواء هنا او اي حاجه ثانيه بنعملها بالشكل ده. ربنا يوفقك كده. احنا للسخنه ليها طريقين صح كده؟ السخنه سيادتك الطريق الجديد والطريق اللي هو القديم اتطور. ايوه يا فندم. كما استمع سيادته لأعمال تطوير شبكة الطرق بالقاهرة الجديدة لتيسير الحركة المرورية بين محور التسعين الجنوبي ومحور التسعين الشمالي عن طريق محور جمال عبد الناصر ومحور السادات طريق دائري داخل القاهرة الجديدة. القاهرة الجديدة يا فندم كمان حاليا بقى فيها يعتبر طريق داري، محور جمال عبد الناصر مع محور جمال عبد الناصر سيادتك لغاية هنا، وهيكمل مع محور السادات بقى عبارة عن محور جديد داخل القاهرة الجديدة، هيساعد على نقل الحركه من التسعين الجنوبي والشمالي اللي هم كانوا موجودين اصلا بس وكان فيهم تكدس جامد جدا وكانوا بيرموا على الطريق الدائري برضو. الكلام ده كله حر على الطريق الدائري، وسيادة الكلام ده احنا ربطنا عليه المحاور الجديده، فبقت المحاور الجديده مربوطه على محاور بحيث لا ما تاثرش يعني كمستقبليا المنطقه العمرانيه اللي هتبقى هنا او الاستثماريه بعدد السكان بتاعها مدروسه مروريا مظبوط جدا باساتذه الطرق في جامعه عين شمس وعندها في الهندسه، والناس الموجوده مدروسه جامد جدا ان هي ما يحصلش اي تكدس مروري ثاني في المناطق اللي احنا فكيناها قبل كده. بس انا عايز اقول لك انك انت لما تيجي تتكلم على هنا نمو عمراني خلال ال 15 سنه الجايين للمنطقه دي وحجم الحركه المروريه مدروسه يا فندم، مدروسه ما اتدرست بدراسه مروريه مظبوطه جدا. المحاور دي هتخدم محور محمد نجيب، الامتداد سيادتك امتداد طلعت حرب، سيادتك ندرس امتداد الكلام ده تربط طريق السخنه في الاماكن ده، فهيبقى في محاور بديله كثيره جدا. ده بالعكس ده هي تخف التكدس يعني مع زياده الموجوده هنا هتخف الحركه الموجوده كمان التكدس الموجود في القاهره الجديده. شكرا يا محمد. شهر 6 ان شاء الله كده ان شاء الله. شكرا كل سنه طيبين. سلام عليكم. أما بالنسبة للأخبار المحافظات ففي مجموعة كبيرة من الأحداث حصلت في محافظات مصر امبارح، من أبرزها تقليل محطات قطار أبو قير تمهيدا لإنشاء مترو محافظة الإسكندرية. مرسى علم هتستقبل 25,000 سائح من 13 دولة أوروبية بداية من النهاردة. معنا كمان فحص أكثر من 1406 حالة في 7 تخصصات طبية في محافظة بني سويف، وإنهاء 12 مشروع لحياة كريمة في قرية سلوى في محافظة أسوان. أخبار تانية كتير من محافظات أخرى هنتعرف عليها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار، أهمها إن هيئة السكة الحديد في محافظة الإسكندرية هتبدأ تغيير خريطة محطات قطر أبو قير وفقاً للخطة الموضوعة لتحويله لمترو الإسكندرية، وهيتم العمل في المرحلة الأولى ضمن 3 مراحل يجري العمل بها لإيقاف الخط بشكل كامل.
مطار مرسى علم الدولي في محافظة البحر الأحمر بيستعد لاستقبال 124 رحلة طيران سياحي دولي على مدار الأسبوع بداية من اليوم السبت، قادمة من مطارات 13 دولة أوروبية على متنها 25,000 سائح أجنبي من جنسيات مختلفة. مديرية الصحة في بني سويف أعلنت قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية بقرية مهدي الأخرم مركز الفشن، مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات، هي البطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة والرمد، وتم فحص 1406 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. محافظة أسوان أكدت أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتواصل استكمال تنفيذ المشروعات بقرية سلوى التابعة لمركز كومامبو، والحد دلوقتي تم الانتهاء من 12 مشروع بنسبة 100%، منهم 7 مدارس ما بين إحلال كلي وصيانة ومركز للشباب ومجمع الخدمات، وكمان إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ووحدات الإسعاف والإطفاء. من أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر حلقت 40 رحلة بالون طائر أقلت على متنها حوالي 1000 سائح من حول العالم. مركز مدينة الصنطة في محافظة الغربية أكد أنه تم الانتهاء من رصف وتطوير الشوارع الجانبية اللي تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للمنازل فيها وإنهاء كل المرافق العامة، وتم وضع خطة الرصف في شارع بورسعيد، شارع الجمهورية، شارع الجيش، وهيتم طرح طريق الصنطة البلد لرصفه خلال الأيام اللي جاية. محافظة المنيا شهدت أعمال توزيع شنط السلع المدعمة، وتم توزيع 1000 شنطة سلع غذائية بقيمة 100 جنيه للمواطنين بقرية المعصرة، وده بالتزامن مع مراقبة الحالة التموينية بالمركز وتجديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والبدالين التموينيين مع التأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين المنظمة. محافظة كفر الشيخ أعلنت عن بدء أعمال رصف ووضع الطبقة الأسفلتية بطريق بيلا حازق مع توسعة وتطوير الطريق باعتباره واحد من مداخل المدينة اللي بيبلغ طوله 3.5 كيلومتر كشريان مروري، بييسر حركة المواصلات وبيقلل من الكثافة والازدحام المروري. مشاهدينا، فقراتنا مستمرة مع حضراتكم لغاية الساعة 10 صباحاً. هنروح لفاصل سريع، نرجع نكمل معكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافي على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على شمال الصعيد وبارد على كل الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لمياء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الجو النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. احنا طبعا يمكن اليوم هيكون في استمرار للاستقرار في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، مع ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة، لأن احنا بنتأثر في طبقات الجو العليا بوجود امتداد المرتفع الجوي. المرتفع الجوي هيعمل على زيادة فترات شطوع أشعة الشمس بالشكل الكبير. كمان مصادر الكتل الهوائية معظمها كتل هوائية صحراوية مرتفعة في قيم درجات حرارتها، فاحنا هنحس في 72 ساعة الجايين ان في ارتفاعات طفيفة وتدريجية في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار تحديدا، وتحديدا كمان في فترة الظهيرة اجواء مشمسة ودافية بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية. المناطق الشمالية بتكون مائلة للدفء لان العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 22 درجة مئوية. المناطق الجنوبية هتكون طبعا اعلى قيم درجات حرارة وتكون دافية بشكل كبير ده خلال فترات النهار وتحديدا في فترة الظهيرة مع شدة أشعة الشمس. لكن فور غياب أشعة الشمس ودخلنا في فترات الليل بيكون في فرق كبير في قيم درجات الحرارة، انخفاضات كبيرة في قيم درجات الحرارة خاصة في فترات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر، فرق درجات حرارة بيتجاوز 10 درجات، لأن الصحراء فترة الليل بتكون منخفضة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، بتكون في انخفاض في نسب الرطوبة خلال فترات الليل، فده بيخلينا نحس ببرودة أكتر، قيم درجات الحرارة منخفضة أكتر، أجواء ما بين الباردة إلى شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية خلال فترة الليل وخاصة فترات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر، وخاصة كمان في الأماكن اللي هي وجهة صحراء بشكل كبير زي محافظات شمال الصعيد، وسط سيناء، المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة بشكل كبير.
وطبعا الشبوره المائيه هي ظاهره جويه بتاثر بشكل كبير فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، واللي احيانا بتكون شبوره مائيه كثيفه قد تصل في بعض الاماكن لحد الضباب وبتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس. يعني تقريبا ساعه بالكثير الشبوره المائيه تبدا تختفي من على اغلب الطرق وتبدا الرؤيه الافقيه تتحسن. بالنسبه لفرص سقوط الامطار اليوم هتقل تماما عن امس، وتكون امطار خفيفه على بعض الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط لكن غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. لكن في نشاط للرياح في بعض الاماكن، نحب نعرف الاماكن دي وهل الرياح دي محمله برمال واتربه ولا لا؟ هو طبعا في اعتدال في معظم محافظات الجمهوريه في سرعات الرياح، يمكن هيبقى في بعض الاماكن المحدوده من سيناء، بعض الاماكن من شمال الصعيد، لكن غير محمل باي اتربه والمال مساره. الحمد لله الاحوال الجويه على مدار يعني الاسبوع ده مستقره بشكل كبير في معظم المحافظات، تحديدا لحد يوم الثلاثاء الجاي الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير. الظاهره الجويه المؤثره هي الشبوره المائيه، درجات حراره حول المعدل او اعلى من المعدلات، هي تعتبر مش حول كمان دي اعلى من المعدلات بقيم تتراوح من درجتين لثلاث درجات. اجواء تخلينا نستمتع بالاجازه بشكل كبير، مشمسه فتره النهار، مفيش اي تقلبات جويه، نقدر نستمتع بالاجازه. طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير والمصريين كلهم بخير، نستمتع بالاجازه بس هنخلي بالنا من فرق درجات الحراره بفتره النهار وفتره الليل، بلاش الانخداع باشعه الشمس والدفء فتره النهار، ونغير نوعيه الملابس بشكل كبير، ضروري نحافظ على الملابس الشتويه الثقيله فترات الليل او فترات الليل المتاخر والصباح الباكر. القياده تكون بهدوء تام على اغلب الطرق مع وجود الشبوره المائيه، لو احنا مسافرين على طرق فتره الصباح الباكر نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات، والقياده تكون بهدوء تام. وكل سنه وحضراتكم طيبين وبخير. انت طيبه يا دكتور، بنشكرك شكرا جزيلا. الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 22 والصوره 14، العاصمه الاداريه 22 13، اسكندريه 22 11، العلمين الجديده 22 10، مطروح 22 11، دمياط 22 14، بورسعيد 22 14، الاسماعيليه 23 11. السويس العظمى فيها 23 والصغرى 11، العريش 22 9، كاترين 19 5، طابة 23 13، حلايب 25 19، شلاتين 27 18، شرم الشيخ 25 16، الغردقة 26 15، والفيوم العظمى فيها 22 والصغرى 12، بني سويف 22 9، الوادي الجديد 23 10، أسيوط 22 8، سوهاج 23 9، قنا 24 11، الأقصر 25 10، وأخيرا أسوان العظمى فيها 25 والصغرى 11. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية هنروح لجمانة وشاذلي نكمل معهم فقرات. شكرا ليك يا لمين. مشاهدينا دلوقتي خلينا نتعرف مع حضراتكم على أهم الأخبار المقرر حدوثها النهاردة بإذن الله، واللي هيكون أبرزها البابا تودروس الثاني هيترأس قداس عيد الميلاد المجيد. نعرف تفاصيل أكتر هنتابعها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيترأس البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مراسم وطقوس القداس الإلهي الخاص باحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد. ويصلي البابا تودروس الثاني قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح، وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط والمبنية في العاصمة الإدارية الجديدة. ومن المقرر أن تدق أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة في 7 مساء لتعلن بدء الاحتفال بعيد الميلاد. النهارده وفقا لما اعلنت عنه وزاره الاوقاف، هيتم عقد الختمه المسجديه المجوده من مسجد الامام الحسين بالقاهره لاعلام القراء. النهارده هتجري القرعه الالكترونيه العلنيه لاختيار الحجاج الفائزين بالسفر لاداء فريضه الحج شركات السياحه، ونشدت الغرفه جميع المواطنين الراغبين في اداء الحج السياحي التقدم للشركات السياحيه مباشره، سواء من خلال مقرها الرئيسيه او فروعها المنتشره في كل ربوع مصر، وحذرت من التعامل مع الوسطاء والسمسره في الحج.
النهاردة العشاء الكرة الإنجليزية معدهم مع 19 مباراة في إطار الجولة الثالثة من كأس الاتحاد، من أهمها مباراة ساندرلاند مع نيوكاسل يونايتد الساعة 3:15، ومباراة ستوك سيتي مع برايتون الساعة 5، ومباراة تشيلسي مع بريستون الساعة 7:30. هنروح مع حضراتكم لدراسة فرنسية جديدة. هذه الدراسة كشفت أنه يمكن للناس تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية عن طريق إجراء تغييرات في عاداتهم. أهم عادة من المطلوب أن هم يغيروها عشان تجنبا للإصابة طبعا بالسكتات الدماغية وكده هي وقت تناول الأكل. أنا مش عارف هو يعني هيبتدوا كمان يتكلموا في إمتى ناكل وإمتى أنا جعان مثلا دلوقتي آكل، انت جعان على طول يعني في الحال اللي زي دي في لازم تاخد بالك برضو. الدراسه تناولت هذا الامر ولا لا؟ اتكلمت عليك تحديدا. طيب تمام. على اي حال خلينا نعرف مع حضراتكم ايه اسباب هذه الدراسه، او ايه يمكن الدراسه تناولت، ايه العوامل بالفعل اللي بتؤثر على السكتات الدماغيه زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم. مش بس كده الحقيقه، يمكن العلماء ايضا اكدوا ان نمط الحياه الحديث ادى لعادات غذائيه سيئه زي تناول العشاء في وقت متأخر أو حتى تخطي وجبة الفطار. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور شريف عبد الهادي عميد معهد القلب السابق اللي موجود معنا دلوقتي على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح النور يا فندم، وصباح الخير يا مصر، وصباح الخير على كل مشاهدي القناة، وأحب أن أنا أهني كل المصريين بالعام الجديد 2024. إن شاء الله يبقى عام سعيد على الجميع وكل صحة لكل المصريين. اللهم أمين. طيب يعني حسب هذه الدراسة يا فندم، إيه أسباب الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية؟ يعني هل بالفعل العادات اليومية أو نمط الغذاء بشكل عام ممكن يؤدي إلى سكتات دماغية؟ طبعا هو العادات السيئة طبعا من الحاجات اللي هي بتؤدي إلى زيادة الإصابة بالسكتات الدماغية وبالأزمات القلبية، لأنه الأكل من الحاجات المهمة جدا اللي بتأثر على الجسم. ارتفاع نسبة الكوليسترول في الأكل وخصوصا الكوليسترول الضار ده بيترسب جوه شرايين الجسم وبيؤدي إلى ضيقها، ولما الضيق ده بيزيد ممكن يؤدي إلى انسدادها وحدوث جلطة في القلب أو جلطة في المخ، ودي اللي بتسبب الأزمات القلبية وبتسبب السكتة الدماغية. السكتة الدماغية ممكن تكون حاجتين. السكتة الدماغية دي ما بتنتج نتيجة لأن الدم ما بيوصلش لخلايا المخ، يا إما نضيق الشرايين اللي بتغذي المخ نتيجة لترسب الدهون والكوليسترول جواها، أو نتيجة إنه بيتكون جلطة. قد تكون الجلطة دي متكونة مثلا جوه القلب وبعدين بتمشي في الدم وبتوصل للمخ، أو نتيجة إنه يحصل نزيف في المخ نتيجة لارتفاع شديد في ضغط الدم وبيكون في شريان الجدار بتاعه ضعيف فبيؤدي الى انفجار هذا الشريان وحدوث نزيف في المخ وحدوث السكتة الدماغية. تمام. طيب دكتور شريف، الدراسة اتعملت على 103 ألف شخص متوسط عمرهم 42 سنة، هل السن بيفرق؟ وكمان هل فصيلة الدم بتفرق؟ طبعا هو السن بيفرق في الإصابة بالسكتات الدماغية أو بالإصابة بالأزمات القلبية. طبعا كل ما بيزيد السن كل ما نسبة الإصابة بتزيد، كل لما بيقل السن نسبة الإصابة بتقل، ولكن في الفترة الأخيرة احنا وجدنا انه الجلطة ممكن بتصيب الشباب. احنا وجدنا ان في بعض الشباب في سن 18 سنه و20 سنه بيجوا معهد القلب مصابين بازمه قلبيه، وبنشخصهم في الاخر ان عندهم ازمه قلبيه، فاصبح السن دلوقتي نتيجه بقى للاسف الشديد للعادات السيئه زي التدخين في سن الشباب الصغير
زيادة النسبة فيهم، العادات الغذائية السيئة، وتناول الوجبات اللي هي الجاهزة الغنية بالدهون والكوليسترول، بالإضافة بقى للشد العصبي. احنا دلوقتي الطفل وهو في الحضانة أصبح في ستريس والدروس وعايز يحصل على مجموع عالي، وفي الثانوية العامة عايز يخش الكلية. أصبح دلوقتي التنافس ده بيخلي إن الإنسان أو الشاب في ضغط عصبي شديد، بالإضافة زي ما قلت إنه مفيش ممارسة رياضة. أصبحت كل المدارس الملاعب اللي كانت موجودة فيها تحولت إلى فصول، النتيجة الأعداد الزيادة من الطلبة. كان زمان الألعاب أو ممارسة الرياضة ده جزء أساسي من اليوم الدراسي للطلبة، فما فيش ممارسة رياضة، عادات غذائية سيئة، تدخين، فكل ده أدى إلى زيادة نسبة إصابة الشباب بأمراض القلب. طيب دكتور، يمكن حضرتك تحدثت عن الأسباب العامة، لكن الدراسة حددت أنه يمكن تناول العشاء بعد الساعة 9 مساء بتقول أنه مرتبط بخطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية والسكتة الدماغية. طبعا هي دي بتزود النسبة، وعايز أقول لحضرتك كمان إن لو الواحد اتعشى ودخل نام على طول، ده طبعا من العادات الغذائية السيئة جدا. في بعض الناس عاداتهم الغذائية إنه يروح ويتعشى وياكل وجبة، يعني المفروض يكون في وقت قد إيه أو مساحة قد إيه ما بين آخر وجبة ووقت النوم؟ على الأقل يبقى في ساعتين ما بين آخر وجبة وأكل والنوم. وطبعا الدراسة ديت من ضمن الحاجات العادات الغذائية انه ممكن في واحد ما بياكلش غير وجبة واحدة بس بالليل او وجبتين، وممكن الوجبة بتاع الفطار دي ما بياكلهاش وياخد بعضه وينزل يشتغل. طبعا عدم تناول وجبة طيب الفطار لو سمحت لي يا دكتور شريف حاجة سيئة. هنتكلم عن وجبة الفطار، لكن بالنسبة لوجبة العشاء حضرتك قلت انه لازم يكون قبل النوم بساعتين، في اي وقت يعني لو هو ينام الساعة 2 بالليل مثلا ممكن يتعشى الساعة 12 ولا في وقت؟ من العادات الغذائية دلوقتي اللي منتشرة ما بين المصريين انه في ناس كتير دلوقتي بتصحى طول الليل تنام قرب الفجر، يعني اللي هو اليوم بتاعهم بقى مقلوب. دي طبعا من العادات الغذائية السيئة. وعايز اقول لحضرتك معلومة انه الدراسات القديمة اثبتت انه الفترة اللي بيحصل فيها السكتات، اكثر فترة بيحصل فيها السكتات الدماغية والازمات القلبية هي في حدود الساعة 5 و6 صباحا. يعني ممكن الواحد بيخش ينام وبعدين الفترة دي بيحدث فيها ارتفاع في ضغط الدم، فده بيزود نسبة انه الانسان يجيله سكتة دماغية او ازمة. صحيح يا دكتور، عشان كده بقينا نسمع كتير كده الشخص ده بيقولوا دخل نام وجم يصحوه ما صحيش، فيبقى اصيب بهذه السكتة الدماغية، والموضوع لازم نخلي بالنا منه طبعا، لانه لم يعد مقتصر فقط على مسألة السمنة او زيادة وزن، لا الموضوع بيؤدي الى السكتة الدماغية والوفاة. شكرا جزيلا دكتور شريف عبد الهادي عميد معهد القلب السابق. طيب نروح مع حضراتكم لموضوع اخر، وبشائر الخير بدأت مع انطلاق عملية توريد محصول قصب السكر المصانع المركزية في كومومبو وإدفو بمحافظة أسوان، واللي من المتوقع انه يتم توريد 1.5 مليون طن من قصب السكر. خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر معنا على التليفون مهندس سامي احمد رئيس قطاعات مصانع السكر في كومومبو. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير عليكم يا فندم، وصباح الخير على مصرنا الحبيبة. أهلا بحضرتك، لو تطمنا على مجريات موسم توريد القصب السنة دي، جودة المحصول كمان. بفضل الله بدأنا موسم العصير، احنا بنقول عليه موسم العصير أمس، والحمد لله رب العالمين في بشائر خير كتير، التوريدات منتظمة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى مصنع كومومبو وهو أكبر مصنع في شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للحكومة المصرية
هيتورد له ان شاء الله باذن الله حوالي 1.5 مليون طن قصب السنه دي. متوقع ان شاء الله باذن الله انتاج سكر حوالي 160,000 طن سكر ويزيد ان شاء الله. طيب باشمهندس، دايما عشان نزود المساحه لازم يكون في تسهيلات بتقدم للمزارعين. عمليه التوريد لو حضرتك تطمننا عليها، والتيسيرات والتسهيلات والمحفزات كمان للمزارعين عشان نزود محصول القصب وبالتالي يزيد انتاج السكر. والحمد لله رب العالمين، حضرتك اداره الشركه متمثله في السيد اللواء عصام الدين البديوي، الرئيس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركه السكر والصناعات التكامليه المصريه. ادى تسهيلات كتير حضرتك للمزارع، برفع نولون النقل عشان يدعم المزارع في نقل القصب، الاسمده وفر حضرتك دعم الاسمده، وحضرتك الحمد لله رب العالمين المزارعين رفع سعر طن القصب من 1100 جنيه ل 1500 جنيه، يعني بمعدل 400 جنيه حضرتك. ده ارتفاع عشان يشجع التوريدات، وفضل الله التوريدات منتظمه الحمد لله رب العالمين. طب يا فندم، لو تعرفنا كمان وتعرف الساده المشاهدين خاصه طبعا من المزارعين، مده توريد محصول قصب السكر مستمره لمده كام يوم تقريبا، ولا مش محدد ليها مده؟ لا حضرتك، ما ان شاء الله باذن الله يعني يزيد عن 102 يوم باذن الله. مقرر ان مصنع السكر بكومومبو بيعصر حوالي 15,000 طن قصب يومي. ان شاء الله باذن الله تعالى يعني على 102 يوم او 103 يوم ان شاء الله يكون التوريدات انتهت، واحنا نتمنى ان يزيد التوريدات ازيد من كده ان شاء الله باذن الله في المراحل القادمه باذن الله. طيب باشمهندس، احنا عندنا كم مصنع؟ يعني حضرتك رئيس قطاعات مصانع السكر في كومبو، عندنا كم مصنع يا فندم؟ حضرتك في اسوان في مصنعين، مصنع كومبو ومصنع ادفو. حضرتك في هنا في مصنع ارمنت، وفي مصنع اوس، وفي مصنع دشنا ونجا حمادي وجرجا، كله ده ان شاء الله باذن الله بيشتغل تباعا. احنا اشتغلنا كومومبو وادفو وارمنت، واعتقد يعني خلال ساعات ان شاء الله باذن الله هيشتغل باقي المصانع. والمصانع دي قادره تشتغل على زياده القصب سكر المزروع؟ احنا بتقول ان احنا كل سنه بيكون عندنا زياده في الانتاجيه، المصانع دي قادره ان هي تشتغل على الزياده دي؟ ان شاء الله لا، قادره اكتر من كده ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله. طيب باشمهندس، يعني واحنا بنتكلم عن بدايه انطلاق عمليه توريد محصول قصب السكر، اكيد هنرجع بس خطوه لورا واعرف من حضرتك ازاي تم العمل على مساعده المزارعين بشكل عام لانتاج محصول دون اي مشاكل، ايضا دور الارشاد الزراعي، ايه التحفيزات او التسهيلات او الدعم اللي كان بيقدم ليهم؟ هو حضرتك بالنسبه للارشادات، احنا عندنا تيم عمل من مهندسين زراعيين متخصصين بيدعموا الساده المزارعين في اي استشارات زراعيه، متابعه للافات او الحشرات او اي حاجه من الحاجات دي. حضرتك في زراعة الشتلات، حاليا بنشجع زراعة الشتلات عشان المحصول بتاع المزارع يزيد كما، يعني متوسط الفدان لو زاد فيبقى ربحية للبلد وربحية اصلا للسيد المزارع. وطبعا حضرتك الدعم اللي هو رفع سعر القصب. تمام. طيب باشمهندس، انا بس حابب نذكر الارقام، يعني احنا السنة اللي فاتت كان انتاجنا عامل ازاي والسنة دي انتاجنا عامل ازاي؟ من ناحيه حضرتك، من ناحيه قصب السكر وبالتبعيه طبعا انتاج السكر، عندنا كم طن السنه دي؟ حضرتك انا اتكلم على مصنع كومومبو، مصنع سكر كومومبو، حضرتك التوريدات السنه دي 1.5 مليون طن قصب. تمام. هي اقل من السنه اللي فاتت، انما حضرتك ان شاء الله نامل ان ايه، ان السنين اللي جايه تكون افضل. لازم نعرف كمان ايه السبب يا فندم في ان الانتاج قل السنه دي، يعني مش انتاج حضرتك، مش انتاج، هو الزرع، توريد القصب، توريد القصب. الزراعات قلت، الزراعات قلت بتاعه القصب. يعني احنا نامل ان في ظل تشجيعات الدوله ان شاء الله باذن الله تزيد الزراعات القصب ويزيد التوريدات.
طبعا مفيش شك لازم يوازي باقه المصانع دي طبعا، ولازم يكون في دعم اكتر مقدم للمزارعين وتحفيز ليهم عشان يزيد الانتاج وبالتالي يزيد السكر ويكون متوفر بشكل مستمر وباسعار كمان مناسبه. شكرا جزيلا المهندس سامي احمد رئيس قطاعات مصانع السكر في كومم. طيب خلينا نروح مع حضراتكم ايضا لموضوع اخر، والحقيقه كما يقال من رحم الالام تولد الامال. المقوله دي كانت نقطة تحول حقيقة في حياة الطالب محمد السويسي اللي من ضعاف البصر وأصبح موهوب في النحت، يعني نحت نماذج تعليمية من الطين لمساعدة المكفوفين. طبعا دقة متناهية جمانة، وهنعرض بكل تأكيد دلوقتي أعماله الفنية الجميلة. حصل على المركز الأول على مستوى العالم العربي لابتكار نماذج تعليمية للمكفوفين لتوصيل الفكرة بداخل المناهج الدراسية، خاصة فكرة المجسمات اللي بتساعد في توصيل المعلومة بنسبة 65%، طبعا ده بالنسبة للكفيف. عايزين نتعرف على رحلة محمد السويسي من المعاناة للاحتراف في موهبته لمساعدة الطلاب. هو معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير عليك يا فنان. صباح الخير يا فندم. صباح الخير للأستاذ المشاهدين. يا أهلا بيك يا محمد. محمد يعني احنا شفنا بعض الأعمال في إتقان شديد جدا وفي دقة متناهية في المنتج اللي انت بتعمله والعمل الفني الرائع، لكن عايزين نعرف ونعرف السادة المشاهدين سبب توجهك لاحتراف هذه الموهبة والتركيز عليها بشكل خاص. الموهبة دي والله يا فندم كانت هي مصدر سعادتي وهي مصدر البهجة بالنسبة لي، وحب تنفيذ الموهبة دي بالذات مش علشان أوصل معلومة لنفسي، بالعكس ده عشان أوصل معلومة لصحاب القلوب المنيرة، هم دول بجد اللي لازم ان احنا نهتم بيهم ونساعدهم. طيب قول لي، طيب يعني الحقيقه واحنا بنتابع معاك ازاي قدرت ان انت تركز على الموهبه دي وتنميها بهذا الشكل المبهر الحقيقه، برضو اكيد مهتمين نعرف انت ايه يعني ايه اللي كنت ايه العوامل اللي كنت مهتم ان انت تشتغل عليها او تنميها. هي دي الفكرة، ان انا حابب ان نستخدم التين الاسواني في مراحل التعليم لشباب ذوي الهمم، لان النحت بيبقى اقرب صورة للكفيف ان هو يقدر يوصل للحاجة اللي هو بيعتمد عليها في التخيل، او بتخليه ان هو يوصل لمرحلة كبيرة جدا من السعادة، ان هو شاف حاجة أو لمس حاجة كانت مفقودة بالنسبة له. فده بالذات اللي خلاني أضغط على نفسي وأكمل وأهتم إن أنا أكتسب خبرة كبيرة جدا، حتى المعلم بتاعي ما بخلش عليا لما ادهالي علشان يخليني بصورة كويسة. طيب ده شيء جميل جدا، لأنه ما فيش شك زي ما أنت ذكرت كده الدراسة بالنسبة للكفيف بتعتمد على التخيل، وهو لو في حاجة ما شافهاش قبل كده فمش هيقدر يتخيلها، لكن هذه المجسمات والمنحوتات اللي انت بتعملها بتساعد بشكل كبير جدا على التخيل، ودي حاجة جميلة جدا. واحنا شايفين الدقة في هذه المنحوتات، مين كان بيساعدك بشكل أكبر عشان هذه المنحوتات تخرج بهذا الشكل، ولو انت بتعمل ورش كمان لتعليم الناس؟ هو كان في البداية كان الدعم الأول كان أمي وأخويا، كان هم أقرب الناس ليا في الوقت ده، وهم اللي كان بيساعدوني إن أي مشكلة تواجهني لا كمل، ما توقفش، ما تسمعش للناس، خليك مقتنع إن الشيء اللي أنت بتعمله هو ده الصح، هو ده أول خطوات النجاح. غير كده مدرسيني ومعلميني جوه مدرسة النور للمكفوفين اسكندرية، هما مش بالنسبة للطلبة حد بيخش يدي ساعة حصة ويخرج، لا خالص، ده في اهتمام، في حب، في رعاية كبيرة جدا، في ان المعلم اللي قدامي مش بيبخل عليا انه يوصلني المعلومة كاملة، بس هو بيقدر يعمل اللي ربنا قدره عليه، غير كده ما فيش حاجة بإيديه اللي هو يعملها. محمد يعني ممكن حد يقول كان ممكن تفكر في طريقة ممكن تكون حتى أسهل لك عشان تقدر حتى لو عايز تساعد يعني ذوي الهمم، بس عايز أعرف منك ليه اخترت تحديدا النحت بطين الأسواني؟ اللي خلاني اخترت النحت هي كانت فترة صعبة جدا عليا، بحيث ان انا كنت محتاج ان انا اعمل اي حاجة في الدنيا من اجل اللي يكون عندي مصدر دخل. ابتديت اللي انا اخش في معارض واخش في
اماكن كتيره جدا كنت بحاول انفذ فيها الشغل بحيث ان شغلي ينزل في معارض ويتباع، لحد ما وصلت المرحله اللي انا نفذت معرض في دار الاوبرا المصريه، بس ما يعني هو في مكانه وخلاني وصلت المكانه كويسه وبرستيج كويس، بس اللي جم يبتدوا ان هم يهتموا بالموضوع لقيتهم اهتموا بيه بصوره تانية خالص، ما لقيتش فيه الاهتمام اللي انا عايز اوصل ان عمليه النحت دي بتسعد كل طالب كفيف، ان هي بتعوضه حاجه كان مفقوده منه فبالتالي اكتسبها، فدي اكتر حاجه ممكن حضرتك تتخيليها ان هي طبعا. ترسم ابتسامه على وجه من فقد البصر او من عان بالاعاقه دي. انا واحد من الناس في حاجات كتير ما كنتش قادر ان انا اتفحص شكلها او اجمع المعلومات بتاعتها او تفاصيلها غير بالتين الاسواني لما قعدت اشتغلت عليها. طيب هل انت جسدت شخصيات مثلا، شخصيات عامه، مشاهير؟ في كتير. في ابسط شيء ان احنا عندنا اليوم العالمي للويس برايل اللي بتقيمه مكتبه اسكندريه كل سنه وبتبقى مراعيه ان هي هو ده يتم. بننفذ الشكل بتاع لويس برايل، الاسكندر الاكبر، شكل ابو الهول، كده ما يشابه للمجسمات دي. طبعا في الفن التجريدي، دي بتبقى عباره عن اشكال فنيه جميله بتتحط في ديكور بيت، ديكور معرض، فطبعا دي بتبقى شكلها حلو جدا بس هو مش مفهوم الشكل ايه، فهو ده بيتسمى الفن التجريدي. فخورين بيك يا محمد طبعا، وبنتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا للفنان محمد السويسي. مشاهدينا الثامنة صباحا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع لميا حمدين، تفضل يا لميا. شكرا جمانة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الطرق والمحاور الجديدة التي انتهى تنفيذها والطرق والمحاور التي يجري العمل على إنهائها بمنطقة القاهرة الجديدة، والتي تستهدف إحياء مساحة 15,000 فدان ما بين جنوب طريق السخنة والقاهرة الجديدة والاستفادة منها في مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية بما يزيد الدخل القومي ويوفر فرص عمل في قطاعات متنوعة. كما استمع الرئيس السيسي إلى مشروعات ربط القاهرة الجديدة بالدائري الأوسطي وتطوير طريق سوق السيارات والمنطقة المحيطة به. استشهد 15 فلسطينيا فجر اليوم وأصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة إثر قصف طائرات الاحتلال منزلين في دير البلح وسط قطاع غزة وفي حي المنارة شرق خان يونس. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح استقبل 35 شهيدا وأكثر من 60 جريحا منذ صباح الجمعة وحتى ساعات فجر اليوم. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا مأهولا في منطقة المنارة شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد 10 فلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء وإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، نقلوا جميعا إلى المستشفى الأوروبي في المدينة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن نحو 10 آليات عسكرية اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي وتمركزت بالقرب من إسكان الموظفين في أحد الأحياء، كما اقتحمت أحد المنازل، فيما تمركزت قوة أخرى في محيط مخيم العين في المدينة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوة كبيرة من الجيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة وانتشرت في محيطه ومحيط مخيم عسكر المجاور، ونشرت القناصة على عدد من المباني التي داهمتها وسط اندلاع مواجهات مع السكان. وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال داهمت إحدى المطابع على أطراف مخيم بلاطة وحطمت محتوياتها بالكامل. أكدت الأمم المتحدة أن قطاع غزة بات غير صالح للسكن، وذلك بعدما دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي الكثيف. وقال وكيل الأمن الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث إنه بعد 3 أشهر باتت غزة مكانا للموت واليأس على حد تعبيره،
مشيرا إلى أن سكانها يواجهون تهديدات يومية على مرأى من العالم، هذا ويعاني سكان قطاع غزة أزمة إنسانية وكارثية باتت معظمهم على شفير المجاعة وفق الوكالات الدولية، في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه والوقود والأدوية، فيما لا تدخل المساعدات إلا بكميات ضئيلة جدا رغم صدور قرار بهذا الصدد عن مجلس الأمن. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط صواريخ وطائرات مسيرة في سلسلة من الهجمات الليلية فوق شبه جزيرة القرم والجزء الغربي من البحر الأسود. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في تقريرين صدر فجرا أن وحدات الدفاع الجوي الروسية أحبطت محاولة هجوم من خلال اعتراض 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، كما تم اعتراض وتدمير 4 صواريخ موجهة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم. رياضيا، واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالية فيتوريا تدريباته باستاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية استعدادا لمواجهة تنزانيا وديا الأحد المقبل في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 والتي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق في 13 من يناير الجاري. وأسفرت قرعة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتي أقيمت بمدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية عن تواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية في البطولة والمقرر لها 13 من يناير حتى 11 من فبراير من عام 2024 مع كل من غانا والرأس الأخضر وموزمبيق. مشاهدينا، انتهى موجز 8 ونعود لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية. مزايا كتير تضمنتها التعديلات الجديده لقانون التصالح والمعروف بالقانون رقم 187 لسنه 2023، واللي بيشمل تمديد فتره العمل بالقانون للسماح باكبر قدر من الاستفاده لجميع الاطراف. خلينا يعني نعرف كل هذه التفاصيل، ومش بس كده، كمان هيكون الحقيقه بالاضافه لكل هذه المعلومات اللي لسه حالا شاذلي افادنا بيها، هيكون في فحص كمان لجميع الطلبات مع السماح للجان المختصه فقط بالفصل بينها مع التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة. خلينا نعرف تفاصيل أكثر من دكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبعد التحية لو تشرح للسادة المشاهدين أهم مزايا القانون 187 لسنة 2023 بشكل مبسط. بص حضرتك، هو بشكل مبسط القانون القديم كان بيحظر يعني المخالفات محظورة، لكن يجوز التصالح في بعضها، لكن القانون ده بيسمح بالتصالح في جميع المخالفات ما عدا 4 حالات، فده وسع نطاق التصالح في مخالفات أخرى كثيرة ما كانش القانون السابق يشملها. إيه الأربع حالات يا فندم؟ الأربع حالات: نمرة 1 السلامة الإنشائية للمبنى المطلوب التصالح عليه، لازم تكون مقرره بموجب تقرير هندسي، يعني ما ينفعش بيت اي للسقوط واعمل عليه تصالح كده ببساطه. يعني نمره 2 نهر النيل، الاراضي الخاصه بنهر النيل وفروعه ممنوع التصالح عليها. نمره 3 الاراضي الخاصه بالاثار، الاثار مصر دي ثروه بتاعت اجيال قادمه وما ينفعش يتبني عليها مباني وبعدين نتصالح عليها، لانها طبعا كان انا بهدل ثروه قوميه عظيمه طبعا. اخر حاجه بقى تغيير استخدام الجراشات، ما فيش تصالح على تغيير استخدام الجراشات. ليه بقى؟ لان انت شايف القاهره وشارع القاهره بقت جراج مفتوح، ومدن زي اسكندريه نفس القصه، فيبقى واغلب مدن الجمهوريه على فكره بقت زحمه جدا، فنتيجه ان الناس بتجرش في الشوارع. ليه؟ لان اغلب الناس حولت الجراشات الى استخدامات اخرى، ما بين مخازن ما بين سوبر ماركت الى اخره،
فطبعا ده مش هيتم التصالح عليه طول الاربع حالات. عدا ذلك هيتم التصالح على باقي المخالفات. طيب عظيم جدا. الناس بتسال اللي سدد رسوم الفحص بالقانون القديم هل هيدفع رسوم ثانيه؟ لا مفيش. هي رسوم نفسها تانية. مش هي نفس الرسوم اللي سددها خلاص، سواء رسوم الفحص او رسوم الجديه التصالح او رسوم التصالح نفسها. طيب عشان برضو النقطه تبقى مفهومه يا فندم بشكل اوضح، يعني كل اللي سدد رسوم جديه التصالح اللي هي بتبقى 25% ولم يتم البت في طلبه، دي موجوده لحسابه وخلاص مش هيسدد، ما يسددش رسوم جديه تاني. طيب البناء على الاراضي الزراعيه والخروج من الحيز العمراني هل ده في تصالح؟ بص حضرتك، هو طبعا ايه لازم نحدد حاجتين. المخالفات داخل الحيز العمراني دي هيتم التصالح فيها. تمام. داخل الاحوزه العمرانيه. تمام. المخالفات اللي خارج الاحوزه العمرانيه اللي هي موجوده في الارض الزراعيه لها بعض الشروط، انها يكون تجمع سكني ويكون مسكون بالسكان ويكون وصلت له المرافق علشان يتم التصالح عليه، ولازم تبقى تجمع سكني مش بعيد عن الكتله السكنيه الرئيسيه. يعني ما اجيش انا اعمل تجمع من بيت ولا من بيتين ولا ثلاث، ما ابداش انا التجمع يعني. ها؟ ما ابداش انا التجمع، في الحاله دي ما فيش تصالح، انما لو التجمع انشئ بالفعل في مثلا 10 15 بيت مثلا فهنا يكون في تصالح. بالظبط. طيب يا فندم، لو يعني حد او شخص غير استخدام الارض في مناطق بدون مخططات تفصيليه معتمده وتعديات على خطوط التنظيم المعتمده، يجوز التصالح فيها؟ بصي حضرتك، اذا كان البناء تم قبل اقرار خط التنظيم يجوز التصالح فيه. يعني خط التنظيم جه عليه او حتى الخطوط التنظيميه الخطوط التخطيطيه كمان نفس القصه، لو فرضنا انها جت على المبنى يتم التصالح بيه. لكن ان يكون هناك خط تنظيم ويبني هو وياخد من الشارع ويبني في الشارع، لا طبعا ما حدش هيتصالح. طيب احنا ازاي قمنا بالتعديل يا دكتور محمد؟ نعم، ازاي قمنا بتعديل هذا القانون؟ لا ده مش تعديل، ده قانون جديد وقدمته الحكومه. تمام. طيب ازاي وصلنا له؟ يعني الرؤيه بتاعت هذا القانون؟ لا ما هو فلسفه القانون ايه؟ ان انا اقفل ملف التعديات ابد الابدين بقى، وطالما هتصالح مع كل هذه الحالات مش هيبقى نرجو من الناس انها تفهم ان التعدي على الارض الزراعيه تعدي على مستقبل الجيل كله. لان انا التاكل اللي بقع الزراع في مصر يعني ده بيهدد الامن الغذائي المصري، وفي نفس الوقت تعدى على الجيل القادم. صحيح في خطط استصلاح اراضي وفي الدوله بتبذل مجهود كتير، وسياده الرئيس عامل برنامج طموح لاصلاح 2 مليون فدان، لكن مش معناها ان انا اترك الارض الزراعيه الخصبه. صحيح. اللي هي جوه جوه الدلتا وعلى ضفاف النيل وخليها يعتدى عليها وتنتهي هذه الارض الزراعيه، امال الناس هتاكل منين رغم زياده السكان؟ عندنا السكان بتزيد، احنا وصلنا فوق ال 105 مليون دلوقتي، وهي نفس الرقعه اللي كان بيعيش عليها 15 مليون. طيب دكتور محمد، البعض بيقول انه قانون التصالح هو فرصه تاريخيه وهديه للمواطن لتقنين اوضاع وحدته وتحويل العقار المخالف غير المعترف به قانونيا لاخر قانوني. رؤيه حضرتك ايه يا فندم؟ ما هي دي فرصه تاريخيه فعلا، احنا بنقول ان مش هيتعمل قانون تصالح تاني. يعني الناس تبقى فاهمه، لاحسن يفتكروا ان كل فتره يخالف وهيجي له قانون جديد، مش هيحصل. ده اخر قانون للتصالح، والقانون ده ميسر جدا وبيدي يعني فرصه ذهبيه لكل من عنده مشكله في المبنى بتاعه يتصالح. عشان احنا الهدف من القانون ان احنا نخلق السلام الاجتماعي، لان كل واحد قاعد في بيت مخالف مهدد. قاعد مهدد. طب دكتور يعني عذرا، سؤال سريع جدا اخيرا، يعني في جديه تصالح 25%، هل في تسهيلات في الدفع في حاله انه المواطن طبعا اللي عايز يقسط المبلغ يقسطه
والتقسيط على 5 سنين إذا أراد، منهم 3 سنين معفيين من أي فوائد. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، شكرا جزيلا يا فندم على كل هذه الإيضاحات. هنروح مع حضراتكم لموضوع آخر ومتابعتنا اليومية في صباح الخير يا مصر للصحف العالمية، واللي بتلقي الضوء على أبرز ما شهده العام الماضي من أحداث في كل المجالات، ومع اليوم 91 من العدوان على غزة لسه التخبط الإسرائيلي بيعتبر سيد الموقف. ده غير طبعا الكشف الأثري اللي أعلنت عنه مصر اللي كان ليه نصيب كبير جدا من الاهتمام في الصحف العالمية. خلينا نتعرف على تفاصيل الصحافة العالمية مع الكاتب الصحفي محمد عز الدين مدير تحرير الأهرام معنا عبر زوم. عفوا صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. أهلا بيك يا فندم وصباح النور عليكم. أهلا بحضرتك. هنبدأ معك من CNN وعنوان كيف يتحقق السلام. الكاتب الصحفي فواز جرجس كتب لا أرى ضوءا في آخر النفق والمبادرة المصرية هي الأهم الآن. بكل تأكيد الكاتب اللبناني صاحب الجنسية الأمريكية أيضا حلل بدقة الموقف واعتبر أن من المشاهدات الأخيرة اللي شافها واللي بيتابعها العالم أن الموقف الإسرائيلي المتعنت بالإضافة للدعم الغريب الغير مسبوق من الإدارة الأمريكية وعدم استطاعة الإدارة الأمريكية التوافق داخليا، يعني آخر صفقة سلاح بعتتها أمريكا كانت من غير علم الكونغرس ومررها وزير الخارجية. ده بيبين الاختلاف الكبير أيضا في الداخل الإدارة الأمريكية وبين المؤسسات الأمريكية، وعارفين أن أمريكا دولة مؤسسات وبالتالي في صراع مشتعل تحت الرماد مش الشكل اللي بيحاول البعض انه يصدره. بالتالي مع كل المعطيات الحالية الكاتب الصحفي فواز بيعتبر ان المبادرة المصرية هي الطريق الوحيد والامل الوحيد لانهاء الحالة الحالية والتوتر والعدوان الغير مسبوق اولا على الانسانية، ثانيا على الشعب المصري، على الشعب الفلسطيني واشقائنا في غزة. المراحل المختلفة للمبادرة المصرية الثلاث مراحل اللي بالمناسبة تم استطلاع كافة الآراء فيها وتم يعني التوافق على بعض الأمور، ولكن بانتظار الرأي الرسمي لبعض الأطراف. وأعتقد أن المبادرة في مجملها بتهدف إلى وقف العدوان على قطاع غزة عن طريق التدريج، أولا بإطلاق وقف إطلاق النار، فترة هدنة جديدة، والفترة الأولانية كان مصر دور كبير جدا فيها اللي للأسف الجيش الاحتلال خرق الهدنة. وأعتقد أن المرحلة الأولى إذا ما تم تطبيقها وإذا ما تم التوافق عليها من جانب كل الأطراف هتفضي لحل مؤقت ممكن يتبعوا عبر المراحل التانية حلول تانية. عظيم. ما ننساش ان الداخل الاسرائيلي مشتعل بشكل كبير جدا، وده بان حتى من الصحافة الاسرائيلية اللي ابتدت تهاجم علنا في افتتاحيات الصحف. عظيم. وانت بتتكلم عن الصحف الاسرائيلية هنتحول من CNN لها أرتس الاسرائيلية. العنوان بيقول يجب ان تكون تهمة الابادة الجماعية ضد اسرائيل بمثابة نداء للاستيقاظ. الافتتاحية بتدعو الحكومة لمراجعة قراراتها، ايه تحليل حضرتك لهذا المقال؟ اولا الملفت انه مش داخل في المقالات زي ما كان بيحصل على مدى الاسابيع الاخيرة. ده في افتتاحية الصحيفة، وده معنى ده معناه ببساطة ان مش مجرد الرأي الشعبي بس هو اللي بيتم عرضه او اراء شخصية لكتاب اسرائيليين او غربيين، لا ده بقى رأي أحد المطبوعات الإعلامية، وبالتالي الموقف بيزداد سوء بالنسبة للحكومة اليمينية المتطرفة، والضغوط بتتزايد على رئيس الحكومة نتنياهو اللي عارف أنه ملوش أي مستقبل سياسي، وأيضا ممكن يتم ملاحقته قضائيا ويروح السجن. فأعتقد أن الفترة دي محاولة مستميتة لإطالة بقائه في المنصب وعلى حساب إسرائيل وعلى حساب أمن المنطقة وعلى حساب بالطبع القضية الفلسطينية اللي فشل في محاولة تصفيتها أو
تهجير الفلسطينيين باتجاه الجنوب ناحية الحدود المصرية أو شرقاً باتجاه من الضفة الغربية باتجاه الأردن، والتغيرات الجيوسياسية اللي صرح بيها بعد ساعات وأنه هيغير خريطة الشرق الأوسط فشلت فشل ذريع واصطدمت بالصخرة المصرية اللي دعمت بقوة القضية الفلسطينية وقالت أنه ما فيش تصفية للقضية الفلسطينية ولن يكون هناك تصفية للقضية الفلسطينية، وأيضا لن يكون هناك تصفية للقضية الفلسطينية عبر الباب المصري بأي شكل من الأشكال. الحقيقة الموقف السياسي الكبير للقيادة السياسية المصرية دعم بقوة وخرج العديد من الدول والمواقف اللي كانت في مناطق رمادية، خاصة مع تكشف كذيب الإعلام الإسرائيلي والغربي تحديدا اللي انساق وراه، وأيضا استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تزييف الحقائق ومحاولة إظهار رد الفعل احد يعني احد فصائل المقاومه الفلسطينيه على العدوان الاسرائيلي المستمر على انه هجوم كبير وذبح للاسرائيليين، وده عكس اللي بيحصل حاليا مع وصول عدد الشهداء الفلسطينيين لرقم يقارب 21,000 شهيد بخلاف عشرات الالاف من المصابين، وتدمير 22,000 شهيد يا فندم للاسف. بالطبع يعني الواحد مش عايز يقول الرقم يعني خجلا من الشعور الإنساني. الحقيقة ان الوحشية الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي المستمر على أشقائنا في فلسطين حول أنظار العالم لأهمية القضية الفلسطينية وأيضا لأهمية التوصل لحل، وبالطبع بروز بشكل كبير جدا الدور المصري وخاصة دور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تخفيف حدة الأزمة في المنطقة بشكل عام. أستاذ محمد، يعني في سياق متصل وفي ضوء أيضا الضغوط على الكيان الصهيوني، نروح لمقال مهم آخر تحت عنوان الطريق إلى لاهاي مرصوف بالدعوات الإسرائيلية لإبادة سكان غزة. ده طبعا بالطبع مع بدء جنوب أفريقيا في تحريك دعوة أمام محكمة العدل الدولية. بالطبع الحقيقة أنا تابعت المقال ده، وده بيشير بشكل كبير جدا أن في تغير في الموقف الدولي ومواقف الدول اللي كانت بتتابع الأحداث. يعني عدينا أكثر من 3 شهور دلوقتي وما زالت المذابح ترتكب في حق الإنسانية، مش في حق الفلسطينيين، في حق الإنسانية. صحيح. وبالتالي كل ده بيرشح بقوة تحويل القضية وبيأيدها، والدلائل والإثباتات وكل الفيديوهات و المجازر اللي شفناها في حق الأطفال والنساء والإنسانية بشكل عام موثقة، وبالتالي فإن تحريك القضية بيشير بشكل كبير إلى أن أولا معروف من الأول أن ما فيش مستقبل سياسي لنتنياهو ولا لحكومة الحرب اليمينية المتطرفة، ثانيا يعني هيودي بشكل كبير جدا إسرائيل في متاهة سياسية بالإضافة للمتاهة الاقتصادية، خاصة أن الاقتصاد الإسرائيلي بينهار بشكل كبير جدا، فقد أكثر من 70% من الزخم بتاعته، وأكثر من نص الشركات أيضا بتعاني بشكل كبير جدا، خاصة مع سياسة التجنيد الإجباري لأكثر من 367,000 شاب وفتاة من الإسرائيليين اللي كانوا بيعملوا في وظائف، وتعنت اليمين المتطرف في إعادة العمال الفلسطينيين أو العاملات الفلسطينيين، حتى العمال فوق 60 سنة بيرفض اليمين المتطرف إعادتهم، وبالتالي الزراعة الإسرائيلية موسم الزراعة اتضرب وحصلت خسائر بملايين، بالإضافة للدعم الكبير جدا اللي الحكومة بتوجهه للفئات المتطرفة والجماعات المتطرفة على حساب أيضا المجهود الحربي، وفي خناقة كبيرة جدا في الكنيسة الإسرائيلي امبارح وأول امبارح بخصوص التطورات دي. الداخل الإسرائيلي بيتأكل، الدولة الإسرائيلية بتاكل نفسها. طيب، من الشرق الأوسط هنروح لليابان، وكلنا تابعنا طبعا حادث تصادم الطائرة ونجاة جميع الركاب. ففي تساؤل مهم جدا من وول ستريت جورنال بتقول 18 دقيقة لإخلاء طائرة محترقة، قصة نجاح أم حكاية تحذيرية؟ من وجهة نظر حضرتك هل هي قصة نجاح أم أنها حكاية تحذيرية؟ الموضوع ليه شقين. بكل تأكيد قصة نجاح وتعليمات مشددة من الخطوط اليابانية واستجابة كبيرة جدا من الركاب، خاصة أن التعليمات
سيب كل الحقائب وكل الشنط تتساب على الطياره، وايضا التعامل مع الدقيق، وان هم فتحوا البوابات الخاصه بالانزلاق كانهم بيهبطوا هبوط اضطراري في البحر، وبالتالي السلالم دي اللي هي المطاطيه بتتيح بشكل كبير جدا التامين، الالتزام من جانب الركاب بالاضافه للتعليمات المحدده، نجد طاقم الطياره بالكامل بالاضافه ل 12 واحد. في شق تاني مهم جدا، ازاي استطاعت الصحافه اليابانيه والصحافه العالميه تحويل الانظار عن قضيه خلل في المطار الياباني باصطدام الطائره بطائره اخرى اصغر كانت واقفه على نفس الممر ومات 5 ونجا فقط قائد الطياره الياباني. الحقيقه ده بيودينا لكيفيه التحكم في الاعلام وتصوير وتغيير بعض الصور من صور سلبيه لايجابيه. يعني وكل ده الحقيقه احنا دائما ما نتحدث عن اهميه الاذرع الاعلاميه بشكل عام في بكل ان كان التوعيه او حتى تغييب العقول، لكن لازم. خليني اروح مع حضرتك او نختم مع حضرتك بخبر ايجابي الحمد لله، وهو خبر مع سكاي نيوز، ومصر تعلن عن كشف اثري جديد. لو حضرتك تحدثنا عن تفاصيل هذا الكشف الجديد، خاصه مع احتفاء موقع ذا ترافل العالمي باهم 10 اكتشافات اثريه في مصر خلال الفتره اللي فاتت. الحقيقه ان الاكتشافات العشره اللي ذكرها الموقع من اهم الاكتشافات، ودايما بيحصل مفاجاه للعالم. احد الاكتشافات المهمه كانت الصقور اللي هي مقبره الصقور بدون رؤوس. الحقيقه ان دي كانت مفاجاه واثارت اهتمام العالم بشكل كبير جدا. احد ايضا الاكتشافات المهمه، وبالمناسبه في بعضها ايضا في منطقه الاهرامات، الحجره المخفيه، وفي اهتمام عالمي. مش عايز اقول ان الاهتمام الاول في العالم بيكون بالهرم الاكبر ومنطقه الاهرامات. الغرفه المخفيه اللي تم اكتشافها بتقنيات حديثه للغايه أثارت اهتمام العالم وأعادت بعض الأفكار والحكايات وأيضا الأساطير عن قوة المصريين القدماء وملوك مصر اللي حكموها بشكل كبير جدا. وأعتقد أن الاكتشافات دي كلها بالإضافة لاكتشاف مقبرة كاملة لملكة ما كانش حد يعرف عنها حاجة، وأيضا الاكتشاف الخاص بالإخوي، وده برضو كان أحد كبار المسؤولين في الأسر الحاكمة. خلينا أقول لحضرتك أن الاكتشافات دي بتتراوح بعضها من 3500 سنة ل 4500 سنة قبل الميلاد، يعني الحضارة المصرية كانت ضربة بجذورها بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة اللي بيتم الإعلان عنها، وايضا الاهتمام الكبير من الدوله المصريه. احنا شفنا طبعا المتحف المصري الكبير، وشفنا صحيح. الاستعدادات اللي بتجرى لاطلاقه والتشغيل التجريبي اللي اثار وابهر العالم حتى قبل افتتاحه بشكل رسمي. وكل ده يا استاذ محمد من خلال تناول الاعلام العربي والاعلام الغربي لهذه الكنوز الموجوده في مصر بشكل عام وفي منطقة آثار سقارة، ليها وضع مختلف، بتشجع الناس في كل أنحاء العالم أن هم يجوا يحضروا في وقت الإعلان عن هذه الاكتشافات، وده شفناه خلال الأعوام الماضية. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عز الدين مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لك. طيب خلينا نعرف ونتكلم عن الموضوع ده بتفصيل أكتر، وزي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم كشف أثر جديد نفتتح بيه أو بتفتتح بيه منطقة سقارة الأثرية العام الجديد، وده بعد موسم حافل أعلن خلاله عن عشرات الاكتشافات اللي أبهرت العالم زي المومياوات الذهبية، مقبرة الصقور وغيرها، زي ما تابعنا مع حضراتكم خلال الفقرة اللي فاتت أو الهاتف اللي فات. طيب عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الكشف من الدكتور محمد يوسف عويان مدير منطقة آثار سقارة. صباح الخير عليك يا دكتور. يا اهلا بحضرتك. لو في البدايه نوضح للساده المشاهدين تفاصيل هذا الكشف، ايه هي محتوياته؟
هو حضرتك الكشف ده بيرجع إلى فترات زمنية مختلفة، يتم العمل من خلال البعثة اليابانية المصرية المشتركة بمنطقة ما تسمى منطقة شمال سقارة. تم الكشف عن مقبرة صخرية من العصر الروماني تسمى الكاتاكومب، فيها بعض القطع الأثرية والتماثيل التي تمثل الفن المصري في حقبة العصر اليوناني الروماني. بجوار العمل في المقبرة تم الكشف عن مقبرة صغيرة صخرية من عصر الأسرة الثانية، وده بيرجع تاريخه عن من خلال دفنة الكرفساء الموجودة في داخل المقبرة بداخل بعض الأواني الفخارية وإناء من الألباستر اللي هم بيمثلوا طراز الفن في هذه الحقبة. فوق المقبرة برضو تم الكشف عن بعض المباني المشيدة من الطوب اللبن من فترات زمنية مختلفة من الدولة الحديثة حتى العصور المتأخرة. تم الكشف عن بعض التوابيت الخشبية الخاصة بالدفن من تلك الفترات وبعض الأواني والمسارج وبعض التمائم لبعض المعبودات المصرية القديمة. طيب يا فندم، ماذا عن لو هنتكلم عن أيضا اكتشاف آخر وهو اكتشاف هام جدا، والحجرة المخفية أو الغرفة المخفية؟ الحجرة المخفية اللي هي موجودة في الكشف ده هي حجرة محفورة في داخل الصخر، ماشي، تم إزالة الرديم وتم الكشف عنها ووجد بها بعض الدفنات وبعض القطع الأثرية التي تمثل تاريخ تلك الحجرة. عملية البحث بتتم ازاي يا دكتور محمد؟ يعني هل في شواهد معينة بتخلينا نتوجه إلى منطقة بعينها مثلا؟ تمام. تمام، هو الموقع مشهور لنا في التاريخ المصري القديم، منطقة شمال سقارة بمقابر الأسرة الأولى والثانية، ودي كانت مقابر مشيدة شيدها ملوك وكبار موظفين الفترة الزمنية بعد عملية التوحيد اللي قام بها الملك مينا 3000 قبل الميلاد، واختار منطقة منف وكانت تسمى إنف حجي في ذلك الوقت كعاصمة، والجبانة كانت الجزء المقابل ليها في الصحراء اللي هو منطقة شمال سقارة. فهي كلها مقابر أسرة أولى وثانية مبنية فوق الهضبة. الحفة الصخرية تم عمل مقابر فيها في فترات زمنية مختلفة أشهرها في الدولة الحديثة. البعثات اللي بتشتغل في الموقع عارفة تاريخ المكان، احنا عارفين تاريخ المكان، وبرضو بالإضافة إلى ذلك قامت البعثة بعمل مسح أثري للمكان لتحديد المكان اللي يتم العمل فيه، وفعلا تم إزالة جزء كبير من الرديم وتم الكشف عن الحفة الصخرية. الحفة الصخرية وجد فيها مقبرة الكاتاكومب اللي احنا اتكلمنا عليها، وطبعا مازال جزء كبير جدا لم يتم الكشف عنه من الحفة، فإن شاء الله في المستقبل القريب. لكن مكانه معروف بالنسبة لكم يعني؟ لا، الموقع بشكل عام معروف لينا كآثار، لكن الكشف هو اللي جديد يعني. أنا عارف المكان كله شمال سقارة، منطقة بتمتد حوالي 2 كيلو متر طولا، فيها في الجزء العلوي مقابر تم الكشف عنها. احنا ابتدينا ناخد الجزء المنحدر من الحافة الجبلية، أزلنا جزء كبير من الرديم، ابتدينا نكشف الحافة الصخرية، فمع كشف جزء من الحافة الصخرية تم الكشف عن مقبرة الكاتاكومب الرومانية وتم الكشف عن المقبرة الصخرية. ولكن طبعا المكان واعد في المستقبل القريب إن شاء الله مع استمرار أعمال الحفائر سيتم الكشف عن مقابر صخرية إن شاء الله عديدة في ذلك الموقع، من المتوقع طبعا. طيب دكتور، بجانب منطقة سقارة وأيضا طبعا منطقة حتى الأهرامات، إيه هي الأماكن أو المناطق اللي بيتم البحث فيها أو الجاري البحث فيها عن آثار في الفترة الحالية؟ هو طبعا مصر مليئة بالمناطق الأثرية التي تحوي العديد من المقابر والجبانات، ويتم الكشف عنها بشكل مستمر سواء في ربوع الدلتا أو في صعيد مصر. عندنا بعثات أجنبية وبعثات مصرية كثيرة، أكثر من 200 بعثة أجنبية وحوالي 100 بعثة مصرية، سواء من المجلس الأعلى للآثار أو من الجامعات المصرية، بتعمل في مناطق كثيرة أشهرها منطقة الأقصر والعساسيف والمنيا وتونة الجبل وسقارة والجيزة والدلتا ودهشور. فدي كلها أماكن بيتم العمل فيها وبيتم التنقيب فيها بواسطة البعثات المصرية والأجنبية، وبيتم الكشف تباعا من حين لآخر عن جبانات ومقابر في تلك المناطق. كل الشكر ليك دكتور محمد يوسف فعويان، مدير منطقة أثار سقارة. شدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر.
بنرحب بحضراتكم مرة تانية، وزي ما اتكلمنا معاكم في بداية الحلقة، أيام قليلة جدا بتفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، واللي هتبدأ يوم 13 يناير اللي جاي وهتستمر لحد 11 فبراير بكوت ديفوار. طبعا البطولة دي احنا في حب كده مننا لهذه البطولة وانتظار ليها بكل تأكيد، واحنا بنحس دايما ان البطولة دي بتاعتنا، ودايما بيكون عندنا أمل كبير جدا ان احنا ناخد هذه البطولة بعد غياب. طبعا لو هنتكلم عن هذه البطولة، احنا بقالنا 13 سنة ما حصلناش او ما توجناش بهذه البطولة. تفاصيل كتير هنعرفها عن استعدادات منتخبنا الوطني لمباراته الودية امام تنزانيا ومباريات كاس امم افريقيا مع الناقد الرياضي اللي منورنا محمد الشرقاوي. يا استاذ محمد صباح الخير. صباح الخير فندم. اهلا بيك. اهلا بيك. في البداية لو تطمننا كده على استعدادات المنتخب. لا هو يعني حسب اللي شفناه كلنا في المعسكر الاخير للمنتخب، كان في زياره مؤخرا لسياده الوزير الدكتور اشرف صبحي واتحاد الكوره، وكان في مفتوح التدريب بتاع المنتخب للاعلاميين والصحفيين، فكانت واضح ان في روح معنويه مرتفعه. زي ما حضرتك قلت احنا خلاص يعني قعدنا فتره طويله احنا خدنا على ان احنا نتوج بامم افريقيا، ومصر فعلا تستحق التتويج ببطوله امم افريقيا. ابتعدنا عن اللقب بقالنا فتره طويله، واعتقد بقى ان آن الاوان ان احنا ننافس او نرجع ان شاء الله باللقب من ابيجان باذن الله. طيب برايك بقى في المجموعه اللي وقعت فيها مصر او اللي وقع فيها منتخبنا الوطني؟ هو مجموعه انا شايف ان هي صعبه شويه. هو طبعا الماتشات اللي هيلعبها المنتخب بدايه من مباراه موزمبيق ماتشات متدرجه. يعني احنا الاول هنلعب موزمبيق وبعدين غانا وبعدين الراس الاخضر. نظام التاهل للبطوله هيسهل من مهمتنا، يعني بيطلع اول اثنين من كل مجموعه من المجموعات السته وبيتاهل اربع احسن اربع توالد في المجموعات، وبالتالي احنا مش عايزين نفكر في التاهل لدور ال 16 ان شاء الله هنتاهل ولا تاهل، ولكن هي السؤال هنتاهل اول مجموعه ولا ثاني المجموعه، لان ده هيسهل من مهمه المنتخب بعد كده في الادوار الثانيه. الراس الاخضر فريق يمكن الناس ما تعرفوش قوي، ولكن ظهر بمستوى طيب جدا في البطوله النسخه الاخيره لامم افريقيا، لعبته كلها محترفين. منتخب ما يقلش خطوره عن منتخب غانا، يمكن اضعف المنتخبات اللي موجوده معانا نظريا هو منتخب موزمبيق. احنا دايما بنحب نلعب مع غانا لان غانا مستواها يعني بتلعب فنيات، ما بيلجأوش للعنف او السرعات زي عاده اغلب المنتخبات الافريقيه، ولكن القوه والسرعه والخشونه في اللعب ده هنقابله اكيد مع منتخب الراس الاخضر. عشان كده انا قلت هي هتبقى يعني مباريات متفاوته المستوى بالنسبه للمنتخب. احنا اهم حاجه ان احنا نعدي من المرحله الاولى اللي هو مباراه موزمبيق عشان ناخد الدفعه المعنويه الايجابيه، وبعد كده نفكر في كل مباراه على حده ان شاء الله. طيب لو هتقيم لنا مشروع روي فيتوريا خلال الفتره اللي فاتت مع المنتخب، اداؤه عامل ازاي؟ القايمه بتاعته كمان عامله ايه؟ هو على المستوى النظري روي فيتوريا نجح لغايه دلوقتي مع منتخب مصر بنسبه 99%. يعني كل الماتشات اللي لعبها روي فيتوريا مع منتخب مصر احنا كسبناها الحمد لله باستثناء مباراه واحده اللي هي مباراه تونس الوديه، وبالتالي هو على المستوى الورق لا هو مدرب متميز. اهلنا لنهائيات امم افريقيا خلاص اهلناه. على مستوى تصفيات كاس العالم احنا ماشيين البدايه بتاعتنا بدايه قويه في التصفيات المؤهله لنهائيات كاس العالم. المفروض ان التعاقد اتحاد الكوره مع فيتوريا حسب ما اعلن المسؤولين في اتحاد الكوره ان احنا هدفنا كاس العالم 2026. يعني هم مش بيقيموا فيتوريا على نتائجه في امم افريقيا، احنا كجمهور او نقاد رياضيين او اعلام احنا اللي بنقيم فيتوريا على امم افريقيا. عشان كده تلاقي الراجل حتى في المؤتمر الصحفي الاخير قال انا ما بوعدش انا ما بوعدش، هو هدفه كاس العالم. بس طبعا بالنسبه لمنتخب مصر، بالنسبه للجماهيريه بتاعه منتخب مصر، تاريخ منتخب مصر، النجوم الكبار اللي بيضمهم منتخب مصر، لازم هو كمان يكون عارف حاجه زي دي. ما ينفعش ان احنا نروح بالظبط، ما ينفعش ان احنا نروح لمجرد التمثيل المشرف او ان احنا نروح ونخرج من منتصف يعني نتخلص بقى من الافه دي. لا الحقيقه احنا فعلا نفسنا نتخلص منها. احنا اخر نسختين في امم افريقيا وصلنا النهائي، يعني في الجابون 2017 وصلنا النهائي، بعد كده برضو يعني 19 ما كناش موفقين، النسخه الاخيره وصلنا
المباراة النهائية وخسرنا قدام منتخب السنغال، وده كان مع كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب. وبالتالي منتخب مصر، لا منتخب مصر يقدر، منتخب مصر عنده لعيبة متميزة، عندنا دلوقتي لعيبة فيها خبرات بالنسبة للمحترفين اللي بره. محمد صلاح ده لوحده يعني نص قوة المنتخب المصري، كل المنتخبات وكل الشعوب الأفريقية جماهير العالم كلها بتبقى شايفة محمد صلاح، وأنا متأكد أن هم محمد صلاح ده يبقى له وضع خاص في بطولة أبيجان، لأن نجم فوق العادة طبعا، مكسر الدنيا في الدوري الإنجليزي، هو هداف الدوري الإنجليزي حاليا، متفوق على ناس كبار زي هالاند وغيرهم من النجوم اللي موجودين في الدوري الإنجليزي. وبالتالي أنت كمنتخب مصر، لا احنا نقدر أن احنا نروح ونقول أن احنا هننافس. طبعا مفيش منتخب في العالم يجي يقول لك انا هكسب البطوله بنسبه طبعاً. 100%، ولكن احنا رايحين ننافس على بطوله امم افريقيا، لان ما تقدرش تغفل ان في منتخبات لا في منتهى القوه. منتخب السنغال ده منتخب خطير جدا، منتخب المغرب رابع العالم، منتخب كوت ديفوار هو صاحب الارض والجمهور وعنده كتيبه من المحترفين في الخارج، منتخب الجزائر. ما بقولش الكلام ده علشان يعني ان احنا خلاص بنرمي الفوطه، لا هم برضو منتخبات قويه، ولكن في النهايه احنا منتخب مصر منتخب الفراعنه. طيب بما ان احنا كنا بنتكلم عن روي فيتوريا، خلينا نبص كده للغه الارقام. المنتخب مع روي فيتوريا خاض حوالي 13 مباراه، فاز في 11 مباراة، تعادل مباراة، وخسر مباراة. أرقام روي فيتوريا مع المنتخب بتقول إيه؟ وهل هيتعامل روي فيتوريا زي ما حضرتك تحدثت على فكرة المؤتمر الصحفي وتحدث عن إحنا هنروح هنعمل اللي علينا وما إلى ذلك؟ بس في دايما يعني في كل بطولة في أكيد فنيات بتختلف، المنتخبات بتختلف، طريقة اللعب بتختلف. روي فيتوريا هيكون حاضر وبقوة وهيكون واعي؟ هو روي فيتوريا زي ما قلت لحضرتك قبل كده، هو نظريا عمل نتائج ممتازه جدا مع منتخب مصر، ولكن اعتقد ان ده اول اختبار حقيقي لروي فيتوريا، لان هيواجه بقى كده منتخبات في غايه القوه. يعني احنا في المجموعه بتاعتنا معانا منتخب غانا، منتخب قوي جدا ومن الفرق المرشحه للتاهل للنهائيات. منتخب الراس الاخضر عمل نتائج وكان ابهر الناس بنتائجه في النسخه الاخيره. فما نقدرش نتكلم على الارقام الا لما نشوف كمان في امم افريقيا، يبقى هو اختبار حقيقي بشكل اخر. من خلال ال 13 مباراه اللي فاتوا، روي فيتوريا هيتعامل مع هذا الاختبار ازاي؟ هو طريقه يعني كطريقه اللعب بتاعت روي فيتوريا اكيد، وكل هو بيلعب هو مثبت لي بصمة. هو مثبت طريقه اللعب 4-3-3. لو جينا اتكلمنا على مثلا القوام او طريقه اللعب، في ناس حاجزه مكانها من هنا لغايه نهايه البطوله، ما نقدرش ان احنا نختلف على محمد الشناوي في حراسه المرمى. في قلب الدفاع عندك احمد حجازي بعد ما رجع من الاصابه ولعب في الفتره الاخيره مع النادي اتحاد جده السعودي، خلاص هيلعب اساسي في المنتخب، وجنبيه محمد عبد المنعم، والاثنين دولت هم اعتقد قلبي الدفاع، هم ضمنوا مكانهم بنسبه 99% مع المنتخب في الفتره اللي جايه، وعندهم مزايا كويسه جدا فنيا. يعني احمد حجازي من بجانب الخبره بتاعته الكبيره من ايام احترافه في الدوريات الاوروبيه، هو لعيب دولي بقاله فتره طويله، فهو من اللعيبه اللي بتجيد بناء الهجمات من الخلف، ويقدر ان انت تقدر تعتمد عليه في بناء اللعب بتاعك، وان انت تصنع هجمات معينه للمنتخب. محمد عبد المنعم عنده حيويه الشباب، والاثنين بيجيدوا العاب الهواء وبيكملوا بعض. يعني لو كان احمد حجازي عنده نقطه معينه انه مثلا مش سريع، ولكن محمد عبد المنعم بيكمله في السرعات، وبالتالي الاثنين بيكملوا بعض. الناحيه الشمال موجود فتوح ومحمد حمدي. انا من وجهه نظري ان محمد حمدي ممكن يكون اكثر جاهزيه من فتوح من الناحيه الفنيه، نتيجه ابتعاد فتوح الفتره الاخيره عشان خلافاته المعروفه مع الزمالك وايقافه والكلام دوت. فهل فتوح هيبقى جاهز فنيا لي المعترك بتاع أمم أفريقيا، ولا هيخليه شوية كده ويبتدي بمحمد حمدي اللي هو الجاهز مع بيراميدز، وخصوصا أن محمد حمدي مع فيتوريا هو اللي كان بيلعب ماتشات أكتر من فتوح في المباريات الودية. الناحية اليمين في عندك برضو اتنين لعيبة مميزين، عمر كمال عبد الواحد ومحمد هاني، والاتنين أصحاب خبرات. يعني عمر كمال
لعب معانا في النسخة الأخيرة في المنتخب ويمكن ظهر بشكل كويس ويمكن قدم شهادة ميلاده فنيا مع منتخب مصر. محمد هاني برضو قدم مستويات متميزة مع النادي الأهلي ولسه طالع من كأس العالم للأندية، لعب قدام يعني أسماء كبيرة في كأس العالم للأندية وأدى بشكل جيد جدا. وسط الملعب محجوز لمحمد النني ومروان عطية، خلاص يعني هو النني ومروان عطية دول الأساسيين. الثالث بتاعهم بقى هو لا اما امام عاشور لا اما حمدي فتحي، وغالبا هيكون حمدي فتحي هو لاعب بيلعب بشكل مميز جدا في الدوري القطري. طبعا ده انا بكلمك على كرؤيه فنيه. الثلاثه اللي قدام في اثنين حاجزين مكانهم، محمد صلاح في الناحيه اليمين، مصطفى محمد الناحيه الشمال، غالبا لا اما عمر مرموش او محمود تريزيجيه. في عندك اوراق رابحه طبعا في على دكه البدلاء، والبطولات اللي هي المجمعه دي دايما مفيش حاجه اسمها اساسي ومش اساسي، لازم يبقى كل اللعيبه على مستوى واحد، لان انت بتقابل اجهاد، لان انت بتلعب ثلاث مباريات في خلال مثلا سبع او ثمان ايام، وبعد كده بتلعب الادوار اللي هي التاليه، اجهاد بيبقى غير طبيعي. شفنا كمان اصابات في التدريبات، إصابات اكيد في طبعا انفلونزا، يعني في انذارات او ايقافات او او او, أو كده، فانت بتبقى ظروف بتبقى في غايه الصعوبه، فلازم كل القوام بتاع المنتخب يبقى في نفس المستوى. عظيم. طيب انت ذكرت مجموعه كبيره جدا من اللعيبه متالقين سواء كانوا محليا او حتى عالميا، مهم نتكلم عن حاله الانسجام بقى ما بين اللعيبه، معسكر المنتخب، هل الفتره دي كانت فتره كافيه لان اللعيبه تحفظ بعض زي ما بنقول؟ ما هو عشان نتكلم على المعسكر نشوف رسميا الفيفا بيسمح لك بايه. الفيفا بيسمح لك قبل البطولات المجمعه ان انت تستدعي اللعيبه بتاعتك قبلها باسبوعين. انت القوام الاساسي بتاعك نصه من المحترفين في اوروبا فيمشوا معاك رسمي، والنص الثاني طبعا من اللعيبه الموجوده في الدوري المصري، الاهلي والزمالك وبيراميدز والكلام دوت. فانت لو انت كنت حبيت ان انت تعمل معسكر بدري مش هتنفع، لان عشان المحترفين على الاقل المحترفين، زائد كمان الارتباطات الانديه هنا في مصر. يعني النادي الاهلي كان عنده كاس العالم للانديه، وبعد كاس العالم للانديه في بطوله السوبر المصري اللي كان فيها بيراميدز برضو اللي فيه عدد كبير من لعيبته موجوده في المنتخب. فعلى الورق ما ينفعش ان انت تجمع المنتخب قبل التوقيت دوت. وكويس اساسا ان انت يعني اوروبا والانديه الاوروبيه ممتعضه من اقامه بطوله امم افريقيا في التوقيت دوت، وكل نسخه من بطولات امم افريقيا بتحصل مشاكل بين بعض الانديه الاوروبيه وبعض المنتخبات، ان هم يسيبوا اللعيبه يرجعوا المنتخبات يسيبوهم. يعني مثلا انت فريق اشبيليه الاسباني ما رضاش يودي يوسف النصيري لاعب المغرب غير بعد يوم 4 يناير. منتخب غانا نفس القصه، يوسف يعني بونو حارس مرمى منتخب المغرب كان المفروض يروح ريال مدريد في بدايه الموسم، ولكن لما ريال مدريد شاف ان في بطوله الامم الافريقيه في التوقيت دوت ما رضاش يتعاقد معاه بعد اصابه كورتوا حارس مرمى ريال مدريد. فبرضه المنتخبات وتوقيت اقامه بطوله امم افريقيا ما بتساعدكش ان انت تعمل المعسكر او التجمع اللي هو بيبقى في دماغ الناس دي كلها. يعني انت جبت منتخب تنزانيا عشان تعمل معاه مباراة تجربة أخيرة أو بروفا أخيرة. تنزانيا برضو من مصلحتها أنها تلعب مع منتخب مصر، لأن أنت وقع في مجموعة مع المغرب والكونغو وزامبيا، فممكن تكون برضو حابة أنها تلعب مع منتخب مصر بحيث أنه هو طريقة لعبه قريبة لطريقة لعب المنتخب المغربي. ولكن هي كل المنتخبات كده، يعني مش منتخب مصر بس اللي فترة إعداده قبل البطولة قليلة، ولكن ده على كل المنتخبات المشاركة. تفتكر مين من وجهة نظرك ممكن يكون هو الحصان الأسود في البطولة دي؟ هو دايما يمكن في منتخبات كبيرة جدا مشاركة في البطولة، وكلنا محتارين أنهي منتخبات اللي ممكن تتأهل للمربع الذهبي مش المباراة النهائية. البطولة اللي فاتت ظهر مثلا منتخب موريتانيا، ظهر منتخب الراس الأخضر، بتيجي كده أحيانا يعني منتخبات بتطلع فجأة، بس المشكلة أنها ما بتستمرش في الأداء القوي بتاعها لكذا نسخة، يمكن عشان إمكانيات مادية، يمكن عشان ما فيش خبرات. في النهاية
أمم أفريقيا دايما بتنحصر بين الكبار. يعني ما ينفعش أن أنت تقول منتخب الكاميرون خارج الحسابات، ما ينفعش تقول منتخب غانا، ما ينفعش تقول منتخب كوت ديفوار، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، في كده شوية منتخبات لازم منتخبات تقيلة، لكن إن شاء الله البطولة بتاعتنا بإذن الله يعني نتمنى بكل يعني بكل قلبنا إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ محمد الشرقاوي الناقد الرياضي. أشكرك جدا. شاهدينا التاسعة صباحا وموجز مع أهم الأنباء مع لمي حمدين، تفضلي لمي. شكرا جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الطرق والمحاور الجديدة التي انتهى تنفيذها والطرق والمحاور التي يجري العمل على إنهائها بمنطقة القاهرة الجديدة، والتي تستهدف إحياء مساحة 15,000 فدان ما بين جنوب طريق السخنة والقاهرة الجديدة والاستفادة منها في مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية، بما يزيد الدخل القومي ويوفر فرص عمل في قطاعات متنوعة. كما استمع الرئيس السيسي إلى مشروعات ربط القاهرة الجديدة بالدائري الأوسطي وتطوير طريق سوق السيارات والمنطقة المحيطة به. استشهد 15 فلسطينيا فجر اليوم وأصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة إثر قصف طائرات الاحتلال منزلين في دير البلح وسط قطاع غزة وفي حي المنارة شرق خان يونس. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح استقبل 35 شهيدا وأكثر من 60 جريحا منذ صباح الجمعة وحتى ساعات فجر اليوم. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا في منطقة المنارة شرق خان يونس، مما أدى لاستشهاد 10 فلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء وإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، نقلوا جميعا إلى المستشفى الأوروبي في المدينة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن نحو 10 آليات عسكرية اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي وتمركزت بالقرب من إسكان الموظفين في أحد الأحياء، كما اقتحمت أحد المنازل، فيما تمركزت قوة أخرى في محيط مخيم العين في المدينة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة وانتشرت في محيطه ومحيط مخيم عسكر المجاور، ونشرت القناصة على عدد من المباني التي داهمتها وسط اندلاع مواجهات مع السكان. وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال داهمت إحدى المطابع على أطراف مخيم بلاطة وحطمت محتوياتها بالكامل. أكدت الأمم المتحدة أن قطاع غزة بات غير صالح للسكن، وذلك بعدما دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي الكثيف. وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ مارتن جريفيث إنه بعد 3 أشهر باتت غزة مكانا للموت واليأس على حد تعبيره، مشيرا إلى أن سكانها يواجهون تهديدات يومية على مرأى من العالم. هذا ويعاني سكان القطاع أزمة إنسانية كارثية، وبات معظمهم على شفير المجاعة وفق الوكالات الدولية، وذلك في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه والوقود والأدوية، فيما لا تدخل المساعدات إلا بكمية ضئيلة جدا رغم صدور قرار بهذا الصدد عن مجلس الأمن. أفادت صحيفة يدعوت أحرونوت أنه تم إطلاق أكثر من 30 صاروخا في رشاقات صاروخية على الجليل وجنوب الجولان المحتل، وأن بعضها أصاب جبل ميرون وتم اعتراض البعض الآخر. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنه تم تنفيذ بعض عمليات إطلاق النار في مناطق في الجليل الأسفل لتدخل على خط الصراع لأول مرة منذ بدء العدوان على غزة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط صواريخ وطائرات مسيرة في سلسلة من الهجمات الليلية فوق شبه جزيرة القرم والجزء الغربي من البحر الأسود. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في تقريرين صدر فجرا أن وحدات الدفاع الجوي الروسية أحبطت محاولة هجوم من خلال اعتراض 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، كما تم اعتراض وتدمير 4 صواريخ موجهة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.
ورياضيا، وصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالية فيتوريا تدريباته باستاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية، وذلك استعدادا لمواجهة تنزانيا وديا الأحد المقبل في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 والتي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق في 13 يناير الجاري. وأسفرت قرعة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتي أقيمت بمدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية عن تواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية في البطولة والمقرر لها 13 يناير وحتى 11 فبراير من عام 2024 مع كل من غانا والرأس الأخضر وموزمبيق. مشاهدينا انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. التطور الكبير اللي حصل في قطاع الزراعة بمختلف أنواعه زي مثلا استصلاح آلاف الأفدنة من الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى زراعية، بالإضافة أيضا إلى استنباط أصناف جديدة من البذور اللي بتحقق أعلى إنتاجية، ده خد مننا وقت كبير وكمان جهد كبير جدا عشان يخرج للنور ونشوفه زي ما احنا شايفينه طبعا خلال هذه الأيام. وزي ما كنا حتى الأغنية اللي كانت شغالة دلوقتي كانت بتعرض مشروعات زراعية كتيرة نفذناها خلال الفترة اللي فاتت وشايفين إنتاجيتها كمان خلال الفترة دي يا جماعة. بكل تأكيد يا شاذلي، الهدف من كل ده هو دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة، ده غير زيادة كمان حاصلات الزراعية في الخارج، وكمان إنه يكون عندنا فائض من المنتجات الزراعية في الأسواق، لكن أهمية كمان توسع الدولة في استصلاح الأراضي الزراعية في مختلف المناطق وتأثيره الإيجابي على المحاصيل الاستراتيجية والأمن الغذائي. ده اللي هنعرفه في فقرتنا النهاردة من خلال ضيفنا اللي نورنا في استوديو صباح الخير يا مصر، دكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة. صباح الخير على حضرتك واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، وعلى حضرتك والسادة المشاهدين. اهلا بحضرتك. في البداية لو هنتكلم على العشر سنين اللي فاتوا، القطاع الزراعي الحقيقة يمكن شهد طفرة كبيرة جدا وقفزة الحقيقة. تمام. فكرة استصلاح الأراضي الزراعية كفكرة ممكن حد يعتقد أنها سهلة وبسيطة، لكن هي بتحتاج مجهود كبير جدا وخطوات استباقية وتحضيرية، بعد كده بنبدأ عشان نستصلح هذه الأرض الزراعية، بفي مجهود كبير جدا عشان نقدر نشوف منتج أو ثمرة هذا الاستصلاح. لو حضرتك تكلمنا على هذا المجهود خلال السنين اللي فاتت. تمام. وطبعا زي ما سيادتك عارفه ان منذ تولي فخامه الرئيس امور البلاد 2014، ويعني فخامه الرئيس اتخذ خطوات استباقيه لتحقيق الامن الغذائي في مصر، وده من خلال التوسع الافقي في المشروعات القومية لاستصلاح الاراضي والتوسع الراسي. فيما يتعلق بقى بالتوسع الافقي، كان احد يعني المشروعات في البرنامج الانتخابي لفخامه الرئيس اللي هي مشروع المليون ونص مليون فدان، ثم تطور بعد ذلك بقى اسمه المليون ونص مليون فدان، ثم دخلنا على الدلتا الجديده بنتكلم في 2.2 مليون فدان مستهدفين ان شاء الله، ثم عندنا بقى شرق العوينات وتشكى الخيل ووسط وشمال سيناء، كل هذه المشروعات ان شاء الله مستهدف ان هي تضيف للرقعه الزراعيه يعني اكثر من 3.5 مليون فدان. طبعا هذه المشروعات الهدف الاساسي منها بشكل رئيسي يعني زي ما حضراتكم عارفين ان هي تحقق الامن الغذائي. احنا شفنا الفترات الاخيره في ازمات سريعه ومتلاحقه زي بدايه من ازمه كورونا، ثم الازمه الروسيه الاوكرانيه، ثم الاحداث العالميه اللي احنا شايفينها في الفتره الاخيره دي كلها، دي اثرت بشكل كبير على امدادات الغذاء واسعار الغذاء. شفنا بعض الدول بتمنع تصدير منتجات الزراعيه الى الخارج، شفنا ارتفاع وسائل الشحن، شفنا ارتفاع الاسعار العالميه بشكل كبير، فكان لازم ان احنا نتوسع في الاراضي الزراعيه هنا في مصر ونستصلح مشروعات قوميه كبيره. طيب دكتور، مصر فيها مساحات شاسعه من الاراضي الصحراويه. تمام. هل كلها صالحه للزراعه؟ وعلى اي اساس بنختار مثلا منطقه بانها ان احنا هنبدا هنا مشروع؟ تمام. وطبعا احنا عندنا في وزاره الزراعه والصحه الاراضي مركز بحوث زراعيه ومركز بحوث الصحراء، دوت مهمتهم الرئيسيه يعني احد المهام الرئيسيه ان احنا نحدد الاراضي الصالحه للزراعه. احنا بننزل هذه الاراضي وناخد عينات منها ونحدد مدى صلاحيتها للزراعه ومدى توفر مصدر لمياه الري، سواء كان بقى مياه جوفيه، مياه نيل سطحيه. مدى صلاحيتها بالنسبه للمعادن
المعادن مثلا الموجوده في التربه في الارض. بالظبط كده، مدى صلاحيتها زي ما قلت سيادتك للزراعه، زي ما سيادتك قلت للتربة، من المعادن المناخ. كل العوامل دي بناخدها في الاعتبار ونحدد نقول والله احنا يعني عندنا اراضي صالحه للزراعه 4 مليون فدان 3 مليون فدان وهكذا يعني. وفي اماكن الحمد لله في الفتره الاخيره احنا بنحط ايدينا عليها يعني بشكل رئيسي كبير، يعني بتطلع يعني يمكن مش عايز اقول 90% واكثر منها صالحه للزراعه، ويبقى يكون برضك متوفر لها مصادر مياه الري بالتنسيق مع وزاره الري والموارد المائيه. بالنسبه للمنتجات الزراعيه او حصاد هذه الارض المستصلحه يا فندم، البعض يعني بيعتقد انه المحاصيل اللي بتخرج من الاراضي المستصلحه مش بنفس جوده المحاصيل الزراعيه اللي بتزرع في الاراضي الطينيه. هل ده صحيح ولا لا؟ هل في فرق فعلا في الجوده ولا لا؟ تمام، انا سيادتك هنفرق بين حاجتين، بين الانتاجيه بتاعه الاراضي الجديده وبين جوده المنتجات. طبعا الاراضي الجديده بتتمتع بجوده عاليه في المنتجات الزراعيه لانها اراضي لسه بكر، لسه لم تلوث، وبنستخدم فيها الاساليب الزراعيه الحديثه سواء في الزراعه العضويه، اسمده حيويه، وسائل ري حديثه. كل هذه التكنولوجيات الحديثه بتساعد بشكل كبير على يعني تحسين الانتاجيه وتحسين الجوده. وده انعكس بشكل رئيسي في الفتره الاخيره، احنا يعني صادراتنا الزراعيه كانت 2014 بنتكلم في 4.3 مليون طن، احنا دلوقتي تجاوزنا 7 مليون طن. فده جه منين؟ عندك زياده انتاج، والانتاج ده جاي من الاراضي القديمه والاراضي الجديده وبشكل اكبر من الاراضي الجديده، وجوده المنتجات في نفس التوقيت. وسيادتك دلوقتي يعني الاستصلاح الاراضي او الانتاج الزراعي ده بقى محتاج بيئه، مش مهم يعني التربه بشكل رئيسي وحاجات زي كده، لا انا محتاج بيئه معينه اوفر فيها كل العناصر الغذائيه، اوفر فيها المياه بشكل جيد. التكنولوجيات الحديثه والمرزات الزراعيه الجيده بتعطي انتاجيه عاليه وبتعطي جوده عاليه في نفس الوقت. ده خلينا نتكلم عن الخريطه الصنفيه دكتور. تمام. واهميتها والاصناف الجديده اللي بيتم استنباطها من محاصيل كتيره زي محصول القمح مثلا. تمام. وسيادتك بالنسبه للخريطه الصنفيه عاوزين يعني نفرق بين حاجتين برضه، ان احنا انتجنا اصناف جديده عالية الانتاجية من محصول القمح. يعني بعض الاصناف عندنا في الحمد لله في كل انشاديه، وبعض لدى ايضا بعض المزارعين بيجيب حوالي 27 28 اردب في الفدان. الفدان متوسط الجمهوريه بنتكلم في 18 20 اردب. فلك انت تتخيل بس الاصناف الجديده اللي احنا بننتجها في الفتره الاخيره، بننتجها مركز بحوث الزراعيه، وعشان برضك الناس تبقى عارفه، عشان انتج صنف جديد بياخد مش اقل من 10 سنوات تجارب، وعشان يكون افضل من الصنف اللي قبل منه ويكون مقاوم للبيئه ومقاوم للامراض ويعطي انتاجيه عاليه ويستمر في الانتاجيه لمده عده سنوات. في بقى الخريطه الصنفيه زي ما حضراتكم عارفين ان احنا بنزرع مثلا القمح ده على مستوى جميع جمهوريه مصر العربيه، لكن كل منطقه لها طبيعه معينه بيوجد فيها اصناف معينه، التربه بتاعتها لها سمات معينه، الصرف، درجه الحراره زي ما سيادتك قلت، المياه الموجوده فيها وحاجات زي كده. فاحنا بنحاول ننشر خريطه صنفيه اللي بتوجد في كل منطقه، فكل محافظه بدل ما تزرع 20 صنف لا ممكن تركز بس في 3 4 اصناف هم اللي بيعطوا فيها اعلى انتاجيه، واللي بينزرعوا هنا في وجه ايه بحري ممكن ما يجودوش بنفس الجوده في وجه ابلي والعكس. برضك هذه نلاحظ من رائع الخريطه الصنفيه دي تعطي انتاجيه عاليه، تكون مقاومه للامراض والافات وتتحمل التغيرات المناخيه. ومجرد بس ان احنا نعمل اعاده الخريطه الصنفيه ونتوسع في الاصناف الجديده اللي هي بتجود ونخفض اللي هي الاصناف اللي اقل جوده وحاجات زي دوت، ممكن يعني نرفع نسبه الاكتفاء الذاتي بنسبه كبيره، يعني ممكن دي توفر بس تزود انتاجيه مش اقل من 20% والانتاج الكلي على مستوى جمهوريه مصر العربيه من الخريطه الصنفيه بس لوحدها. دكتور عادل، يعني صحيح انه مصر بتقوم بدور كبير جدا الحقيقه وطفره نوايا زي ما كنا بنتكلم مع حضرتك الان في فكره استصلاح الاراضي الزراعيه، لكن بتواجهها مشكله اخرى وهي فكره الزياده السكانيه في مصر. تمام. فطول الوقت احنا محتاجين ان احنا نطور من فكره استصلاح الاراضي الزراعيه حتى نطور من الخريطه الصنفيه عشان نقدر نجابه هذه الازمه. تمام. سؤال حضرتك كرئيس مركز البحوث الزراعيه، هل هناك ابحاث او حتى دراسات او خطه مستقبليه لمواجهه هذه الافه فكره الزياده السكانيه؟ تمام، هو كلام سيادتك مظبوط. احنا طبعا بنستهدف في استراتيجيه التنميه الزراعيه المحدثه حتى 2030 ان احنا نرفع معدل النمو في القطاع الزراعي ل 4.5% سنويا. فاحنا معدل نمو السكان حوالي 2%، فانا لما ارفع معدل نمو في قطاع الزراعه ل 4.5% فانا كده حققت
معدل نمو اعلى من معدل نمو السكان فيما يتعلق بقطاع الزراعه، فبالتالي المواطنين هيشعروا باهميه التنميه اللي حققها قطاع الزراعه. وزي ما سيادتك عارفه ان احنا مشروعات استصلاح الاراضي بتزود الانتاج الزراعي، فبتوفر الانتاج والغذاء اللازم للساده المواطنين واللازم للسياده السكانيه. ده احنا في الفتره الاخيره بس يعني مش بنتكلم عن السياده السكانيه، احنا عندنا وافدين الى مصر اكثر من 9 مليون مواطن، والحمد لله قطاع الزراعه والسياسات الزراعية قدرت تستوعب هذه الزيادة السكانية وتوفر لهم الغذاء على مدار العام، بالإضافة إلى عدد السكان الحالي والزيادة السكانية اللي بتزيد كل عام. أيضا المشروعات الزراعية بتوفر فرص عمل لهؤلاء الشباب ولهؤلاء المواطنين من خلال بقى المشاركة في الإنتاج الزراعي، مشاركة في عمليات التعبئة، الخدمات المرتبطة بقطاع الزراعة بشكل عام. عظيم. مركز البحوث الزراعية كان ليه دور مهم جدا، واحنا لسه بنتكلم مع حضراتكم عن أهمية التوسع الزراعي في الأراضي الصحراوية وكمان التأثير الإيجابي على المنتجات الغذائية، أعتقد ليه دور كبير جدا يا جمال. بكل تأكيد يا شاذلي. معنا التليفون دكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، وحدثنا مستمر أيضا عن أهمية استصلاح الأراضي الزراعية والطفرة اللي قامت بها مصر في هذا القطاع. صباح الخير حضرتك يا دكتور. وبعد التحية يعني خليني أخذ يمكن من حديثنا الآن فكرة مواجهة الزيادة السكانية عن طريق استصلاح الأراضي الزراعية والتوسع الأفقي، لأي مدى وصلنا أن احنا نقدر على الأقل أن احنا نحدد حتى خلينا نقول خطة لمواجهة هذه الآفة؟ بص حضرتك، طبعا موضوع الامن الغذائي طبعا بيستحوذ على اهتمام كل دول العالم في الوقت الحالي بسبب المشاكل اللي موجوده، سواء مشاكل عرقيه سواء مشاكل بخصوص المياه. الدوله المصريه كدوله من ضمن الدول في العالم طبعا بتهتم اهتمام كبير. الدوله اهتمت بملف الامن الغذائي في الفتره السابقه بدرجه كبيره جدا وانفقت مبالغ كبيره جدا، وفعلا ارتكز الاهتمام بالامن الغذائي على محورين اساسيين. المحور الاول هو خاص بزياده التوسع، الاستفاده من التوسع الرأسي للمحاصيل. المحور الاخر وهو التوسع الافقي اللي سيادتك ذكرتيه في المقدمه. لو تديني حضرتك بس دقيقتين فيما يخص التوسع الرأسي. طبعا اتفضل يا فندم اتفضل. اصبح لدينا طبعا عدد كبير جدا من المحاصيل الاستراتيجيه اللي هي طبعا بتستحوذ على اهتمام الدوله في الوقت الحالي. لو اتكلمنا عن القمح، لو اتكلمنا عن الارز، لو اتكلمنا عن الذره، بالاضافه الى محاصيل الخضر طبعا. الحمد لله النهارده مصر رقم واحد على مستوى العالم فيما يخص متوسط انتاجيه الفدان بالنسبه للقمح الربيع. طبعا مصر رقم واحد على مستوى العالم في متوسط انتاجيه الفدان من الارز. مصر رقم خمسة على مستوى العالم فيما يخص الذره. فطبعا ده ناتج عن ابحاث تطبيقيه الدوله انفقت مبالغ كبيره جدا في السنوات الاخيره حتى نصل الى هذه المرتبه العالميه، وده ناتج طبعا عن مجهود كبير لوزاره الزراعه والباحثين الموجودين في وزاره الزراعه. فيما يخص ملف التوسع الافقي، بالفعل المساحه الزراعيه الارض القديمه معروف كانت 6.1 مليون فدان، النهارده بنتكلم في 9.3 او 9.4 مليون فدان. الفرق ما بين القيمتين هو طبعا عباره عن المساحات التي تم اضافتها للارض الزراعيه في الفتره السابقه وبالتحديد في خلال الارض الثلاث او اربع سنوات الاخيره. النهارده الحمد لله اصبح عندنا في جميع محافظات مصر مناطق الريف المصري، منطقه الوادي الجديد الفرافه والداخله والخارجه وواحد باريس، النهارده في الاسماعيليه في بورسعيد سيناء، دي كلها مساحات كبيره تم اضافتها بسبب مصر طبعا على طريق الضوء، مساحات كبيره تم اضافتها فعلا للرقعه الزراعيه في الفتره اللي فاتت. هذه المساحات بتعتمد هذه المساحات حضرتك بتقلل القدر المستطاع من استخدام الاسمده والمبيدات، وبالتالي اصبح لدينا منتج زراعي انتاجيه عاليه وبصفات جوده مرتفعه. العالم كله بيشهد المنتج المصري في الوقت الحالي، ده انعكس على الصادرات المصريه. عاوز اقول ان من خمس ست سنين كان عندنا مشاكل كبيره جدا في منافسه المنتج المصري بالنسبه للمنتجات العالميه. كان عندنا مشاكل كبيره جدا فيما يخص التلوث، وكنا بنسمع ان احنا في بعض الشحنات التي تم تصديرها بترجع تاني او بيتم يعني خفض سعرها. الوضع ده اختلف وتبدل تماما في اخر اربع خمس سنوات. بنتكلم في 4 مليون طن صادرات، الحمد لله زادت الى 5 طيب. ثم 5.6 ثم 6 ثم 6.5، النهارده الحمد لله وصلنا الى 6.5 مليون. فتحنا اسواق كبيره جدا على مستوى العالم، فتحنا يعني سلع كثيره جدا انضمت الى التصدير.
اصل احنا بننافس دول كبيره جدا مشهود لها بملف التصدير، اسبانيا واليابان والمانيا الى اخره. كل ده راجع، ده ما كانش هيحصل يا دكتور فعلا زي ما حضرتك بتقول، ما كانش هيحصل غير بدراسات اتعملت. وكنا لسه بنتكلم مع الدكتور علي عبد المحسن ضيفنا في الاستوديو عن اهميه هذه الدراسات اللي قمتوا بيها في مركز البحوث الزراعيه في اختيار الارض اللي بفعلها تصلح للاستصلاح. مساله المياه وتوفير المياه لري هذه المساحات الكبيره من الاراضي الزراعيه، هل ليكوا اي تدخل في هذه النقطه؟ الانجاز اللي سيادتك طبعا اللي سيادتك ذكرته ده انجاز يحسب للدوله المصريه ويحسب للمراكز البحثيه المصريه، كل المراكز البحثيه المصريه بدون استثناء، يحسب لمركز البحوث الزراعيه. ان انت النهارده حضرتك طبعا عندك الارض محدوده زي ما ذكرت من منذ قليل، وكميه المياه ايضا كميه محدوده من 50 سنه، انت بتتكلم في 55 مليار متر مكعب. انت عدد السكان كنا يعني 10 مليون، النهارده بتتكلم في 110 مليون نسمه. المساحه حضرتك زادت الفتره، فانت فعلا عندك تحدي كبير جدا كيف يتم توفير كميات المياه التي تكفي لزراعه هذه المساحات وغيرها من المساحات التي ان شاء الله سيتم استصلاحها في الفتره القادمه. وبناء عليه الدوله بطلت الترع، الهدف من تبطيل المياه اساسا ان توفير كل قطره مياه، بالرغم ان تبطيل الترع بيكلف الدوله مبالغ طائله، وحط تحت قياده 100 خط حضرتك، ان احنا الهدف الاساسي هي قطره المياه يعني وليس التكلفه. فبالفعل انت عاوز توفر كميات مياه من الارض القديمه وتم تحويلها الى الارض الجديده. انت عاوز حضرتك النهارده بتبدا في موضوع الصرف الزراعي تعمل معالجه ليه ثاني عشان تستخدمه مره ثانيه. فدي انت سيادتك عاوز تبدا تبص للمياه الجوفيه اللي عند سيادتك وتحسب المقن المائي وتحسب كميات المياه الجوفيه المتاحه، فدي لازم يكون خطه موثقه طبعا ومدروسه بكل دقه حتى يعني حضرتك يتم يكون عندنا تنميه مستدامه حضرتك في الفتره القادمه. وبالفعل هو ده التحدي الموجود ان كميه المياه، وبالتالي ايضا ان احنا بنحاول نعظم نستخدم طرق الري الحديثه من الري بالرش، نحاول نستنبط اصناف قصيره العمر حضرتك عشان تستهلك كميه بسيطه جدا من المياه. وده موجود في كل المحاصيل المنزرعه حاليا، كنا بنزرع المحاصيل مثلا لو اتكلمنا على القطن بنزرع في مارس ونحصد في شهر 11، النهارده بنزرع في شهر 5 وبنحصد 9 و10. واصناف الرز اصبح لدينا اصناف بنسميها الاصناف التسعيني، 90 يعني ايه؟ يعني 90 يوم بينضج ويتم الحصاد. اصبح عندنا اصناف قمح بيتم زراعتها في الوقت الحالي او من قبل الميعاد اللي بيتكلم 6 كتير باسبوع ولا 10 ايام، ونبدا نحصدها في نفس الميعاد. كل دي حضرتك بسبب ثوره المناخ التي تحدث حاليا، وبسبب التغيرات الحاده صيفا وشتاء بالنسبه للمناخ، فيضانات ثم في بعض الدول بنواجه احنا تحديات كثيره قوي يا دكتور عادل، سواء من تطرف المناخي او حتى من التجاوز على الاراضي الزراعيه اللي كان حاصل في وقت من الاوقات، بالاضافه طبعا الى الزياده السكانيه. كل دي تحديات، لكن ان شاء الله احنا ماشيين في طريق وبداناه والحمد لله، وبدانا نشوف ثمار هذا الطريق وهذا المجهود الكبير جدا في استصلاح عدد كبير من الافدنه الصحراويه وبقت صالحه للزراعه. مهم كمان ان القطاع الخاص يكون ليه دور في هذه او في هذا القطاع تحديدا. احنا بنشكر حضرتك دكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعيه بوزاره الزراعه، شكرا جزيلا يا فندم. طيب دكتور هرجع لحضرتك مرة تانية، وخليني أخذ من كلام شاذلي وتحديدا القطاع الخاص والاستثمار في قطاع الزراعة بشكل عام. دي من أحد أهم النقاط اللي الدولة المصرية كانت بتعمل عليها خلال الفترة اللي فاتت، لأن القطاع الزراعي في مصر هو قطاع يعني طول عمره كان قطاع بالفعل كان ناجح، وهو أيضا قطاع واعد ولسه فيه فرص كتير جدا. شايف حضرتك الـ يعني الوضع الآن لأي مدى مصر بقت مؤهلة بشكل أكبر لتهيئة المناخ للاستثمار أو جذب المزيد من الاستثمار في القطاع الزراعي تحديدا؟ تمام، هو طبعا عاوز أوضح بس لسيادتك في البداية أن قطاع الزراعة قطاع خاص، يعني إحنا كوزارة الزراعة بس بندير القطاع الزراعة وبنرسم السياسات ونحط التشريعات اللي هي الملائمة بحيث يعني نحسن مناخ الاستثمار الزراعة في مصر. فقطاع الزراعة بشكل عام يعني هو قطاع خاص في الأساس، لكن طبعا زي ما سيادتك قلت احنا عندنا العديد من المزايا في جمهورية مصر العربية اللي هي يعني بتجذب المستثمرين سواء المحليين أو العرب أو الأجانب للاستثمار في قطاع الزراعة في مصر هنا. ومن أهمها احنا طبعا عارفين المنطقة اللي حوالين منا شكلها ايه والعالم كله شكله ايه. الفترة الأخيرة احنا الحمد لله بنتمتع باستقرار سياسي واستقرار اقتصادي، فدي أهم عوامل جذب الاستثمارات إلى أي دولة. فاحنا إن شاء الله مستهدفين في الفترة القادمة إن احنا نشجع الاستثمارات اللي هي المباشرة في الأجنبية المباشرة في قطاع الزراعة، وبنقدم العديد من المزايا والحوافز للسادة المستثمرين الأجانب، سواء إعفاء من الضرائب لمدة معينة، حرية تحويل الأموال إلى الخارج مرة أخرى،
الارباح تحولها ايضا الى الخارج مره اخرى، بنحفظ الممتلكات بتاع الاجانب هنا في مصر، والمشروعات اللي هي الزراعيه ديت من التاميم والسلع عليها المال العام الى للمنفعه العامه، ويتم تعويض السلع المستثمرين بتكليف بقيمه عادله، ايضا بنسمح لهم ان هم يوفروا يستقطبوا عماله من الخارج في حدود معينه بحيث يعني ينفذوا المشروعات بتاعتهم هنا، وفي نفس الوقت يستعينوا بعماله من الداخل. بالظبط طبعا، نسبه معينه مثلا حوالي 20% ولا حاجه، فدي كلها مزايا وضمانات بتقدمها الدوله المصريه لقطاع المستثمرين الاجانب داخل جمهوريه مصر العربيه، وان شاء الله الفتره القادمه تشهد طفره كبيره في مجال الاستثمار الزراعي في مصر، واحنا عندنا العديد بقى من الفرص الواعده في مجال استصلاح الاستثمار الزراعي في مصر. زي ما حضرتك شايفين احنا بنتكلم بعد تأهيل البنيه التحتيه طبعا، البنيه التحتيه زي ما سيادتك شايف، وعندنا بنتكلم في 3.5 مليون فدان مشروعات اصلاح اراضي طبعاً. عندنا مشروعات تصنيع زراعي، عندنا العديد من المشروعات القوميه الزراعيه الكبرى اللي يعني بتجذب ان شاء الله في الفتره القادمه فرص واعده بتجذب المستثمرين الى مصر. زي ما دايما بنقول ان المجتمع المصري هو في الاصل مجتمع زراعي. تمام. وحضرتك تحدثت عن فرص بالفعل كثيره موجوده في هذا القطاع تحديدا. القطاع الزراعي في مصر هو قطاع واعد وقطاع مهم جدا، لطالما كان قطاع ناجح وايضا هو مازال قطاع واعد بشكل كبير جدا من حيث توفير فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق الامن الغذائي، واعتقد العديد حتى من الاهداف الاخرى، فتح اسواق كمان بالخارج، يعني الحقيقه تفاصيل كتير جدا، ومصر بالفعل حققت نجاح كبير في هذا القطاع خلال 10 سنين اللي فاتوا. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصاديه بوزاره الزراعه. نورتنا يا فندم. شكرا. شكرا جزيلا. كل سنه وانتم طيبين. شكرا. حضرتك طيب وبخير. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. ازاي ننمي موهبة أطفال التوحد ونكتشف مواهبهم الخفية وراء أطياف التوحد؟ ده سؤال مهم جدا بيناقشه مسلسل حالة خاصة اللي بيعرض حاليا على منصة ووتشت. بكل تأكيد هو تساؤل مهم للغاية. ليه؟ لأن في بعض الأسر ما بتعرفش تتعامل إزاي مع أبنائهم إذا كان عندهم توحد. في بعض الناس بيتجاهلوا أبنائهم على الرغم من أنه يكون عندهم قدرات كبيرة جدا وبيكونوا موهوبين وعندهم مواهب مختلفة. الطريقة كمان اللي من خلالها تعريف المجتمع بالقدرات دي عشان يكون لأطفال التوحد دور في المستقبل، أسئلة كتيرة جدا هنحاول النهاردة الإجابة عنها مع دكتورة سهام حسن الأخصائي النفسي وتعديل السلوك اللي منوراني. دكتورة صباح الخير. صباح الفل. يا أهلا بيك. أهلا. خلينا في البداية كده نعرف سادة المشاهدين على هذا المرض، مرض التوحد، إصابة الأطفال بيه ممكن تبدأ من إمتى؟ هل بيولد الطفل عنده توحد ولا من الممكن من خلال بعض العوامل والمؤثرات الخارجية يصاب بالتوحد؟ أوكي. طيب خلينا الأول بداية كده نفصل ما بين اضطراب ومرض، لأن الاضطرابات دي حاجة تانية ومستقلة تماما عن المرض. المرض فكرته أنه هو بيتعالج وبيشفى الإنسان منه، لكن الاضطراب لا، عكسه تماما. احنا ممكن نوصل في شغلنا مع الأطفال المضطربين أوكي إلى تأهيل أو تهيئة نفسية أنه هو يندمج ويختلط وسط المجتمع ويوصل لدرجة شبه سوية، لكن بتكونش حالة السواء الكامل. تمام. فالمرض يشفى منه لكن الاضطراب لا. فده مبدئيا. حاجه تانية بخصوص التوحد، الفكره كلها ان انا عندي اضطراب نمائي شامل. يعني ايه؟ يعني انا القدرات المعرفيه الخاصه باللغه، التركيز، الانتباه، الذاكره، مهارات التواصل الاجتماعي ما بتكونش مكتمله عند الطفل اللي مصاب بالتوحد. فالفكره كلها ان بيكون عنده قدرات اعلى من قدرات تانية، او قدراته بتكون ضعيفه مقارنه بالطفل الطبيعي السوي، او بيكون جبار ومميز في قدره معينه بتخلينا ما بنشوفش بقيه الضعف او القصور اللي موجود في بقيه المهارات الخاصه بيه. دي حاجة. الحاجة الثالثة كمان ان انا دلوقتي عايزة اعرف هل انا ابني عنده توحد او لا. خلينا نقول ان احنا الى سن 8 سنوات، وده يعني ده في اخر تحديث للتشخيص التوحد مؤخرا، ان انا اقدر ان انا اشخص الطفل ان هو بيبان عليه بعض الاعراض اللي انا اقدر اقول الطفل ده عنده توحد. والتوحد على اي درجة من الدرجات؟ لان التوحد في عندي بسيط، متوسط، شديد، مفيش حاجة اسمها عندي عرض او عرضين لكن الطفل طبيعي، لا مفيش حاجة اسمها كده، لان احنا كلنا بلا استثناء عندنا يعني بعض الاعراض من التوحد. خلينا نقول كده في عجالة سريعة عن اعراض التوحد. اول حاجة ان الطفل ما يكونش عنده تواصل بصري
كافي او متجنب تماما التواصل البصري. رقم واحد. رقم اتنين، ما عنديش الاستجابة السمعية المناسبة، يعني بتنادي عليه هو مش بيرد عليك، اغلب الوقت بنلاقيه منغلق مع نفسه بيلعب العابه الخاصة، او هو حتى سامع كويس ومش بيرد، ولا هو دماغه بيفكر في حاجة. لا، هنا اللي بيفصل لي في الجزء ده بيكون دكتور سمعيات، ممكن ان انا ابدا ان انا اعمل مقياس سمع اعرف ابني بيسمع كويس ولا لا. لو بيسمع كويس اوكي، بس عندي الاستجابة السمعية هي اللي فيها بطء او ضعف او تاخر، لان انا عندي السمع تمام بس انا عندي الانتباه والتركيز السمعي هو اللي فيهم ضعف. وده في فرق ما بينهم هما الاثنين، السمع مكتمل لكن الانتباه والتركيز السمعي لما بنادي على ابني او في اي حاجه مثلا بصير بيها انتباهه هو مش معايا تماما او مستجيب ليا فيها برغم اكتمال السمع. الحاجه الثالثه الانعزال والانطوائيه، يعني مهما شاف اطفال بيلعبوا مجتمعين في اي حاجه بتلفت انتباهه مع الاطفال هو ولا يبالي. هو عايش في عالم من الذاتويه زي ما بنقول، مش مهتم خالص. حاجه كمان ممكن يخاف او يتجنب حاجات ما يتخافش منها في العادي، مثلا صوت خلاط، صوت عربيات في الشارع، الصوت لو ارتفع وده نتيجه تحسسه لبعض الاصوات في درجات معينه. الحاجه الثالثه ان انا استجابه الذهنيه العامه بتكون عندي فيها بطء او تراجع او تاخر. الحاجه ممكن يعني انا بقول في عندي اعراض كتيره جدا، يعني من 14 ل 15 عرض، فحاجات كتير. يعني اعتقد الاعراض دي كافيه انه لو اي ولي امر لاحظها لازم ده اللي انا كنت اقوله بالظبط. لازم يعني هل طبعا. انا لو ظهر عندي عرض كده انا اخاف واقول انا ابني عنده توحد، اول حاجه لازم نلجا لاهل التخصص. طبعا ما ينفعش ان انا اشخص ابني وانا قاعده في البيت، شكيت على اي عرض من الاعراض ده بدا يظهر لازم ان انا اتوجه وان انا استشير متخصص نفسي. طبعا الحاجه الثانيه ان انا عايزه كذا عرض يكونوا موجودين علشان اقدر ان انا اقول، يعني مثلا من 5 ل 6 اعراض انا ملاحظاهم عشان اقدر اقول ان الطفل ده عنده توحد او لا. طبعا طيب دكتور، هل التوحد ممكن يتحسن او يتاخر بسبب عوامل، ان كانت عوامل نفسيه او اي عوامل خارجيه او لا؟ صحيح، اكيد طبعا، اكيد. اي اضطراب مش بس التوحد، يعني اي اضطراب لم يتم احتوائه النفسي بطريقه صحيحه، لا طبعا بلاقي ان انا في عندي ظهر زياده في حده الاعراض اللي موجوده. يعني الامهات اللي عندها طفل عنده توحد سواء في البيت او في المدرسه ولم يتم احتوائه النفسي بطريقه صحيحه، بلاقي الامهات بتشتكي ان هو بقى عنيف جدا، بقى عصبي بزياده، بقى عنده يعني ميول للتخريب والتكسير طول الوقت، ان ممكن يحصل عندي فكره ان هو يحصل له تبول لا ارادي. كل المشاكل النفسيه مع فكره ان انا مش عارف اظبط حواليه العوامل البيئيه اللي هي بتاثر بطريقه مباشره على الجوانب النفسيه عند الطفل، ان هو يحس ان انا انت متخيله ان هو بيتقارن او ان هو مهمل. عندي طفل ربنا وهبهولي سوي ما فيهوش اي حاجه، فهو ده اللي طول الوقت انا مهتمه بيه والتاني مش موجود خالص. يعني معنى كده ان استجابتهم العاطفيه موجوده، الذكاء العاطفي هو اللي موجود، ان انا اقدر اميز اللي بيحبني واللي بيكرهني، الاهتمام من الاهمال، الحب والتقبل من الرفض والتجنب، لان في اسر اصلا ما بتطلعش ولادها بالظبط اللي عندهم الاضطرابات دي، او ان هي طول الوقت بتبقى مقعداه وهي يعني انا بشوف طبعا يعني ناس قاعدين كده ومسكاه كده ومحطه رجلها محوطاه علشان مش عايزاه ان هو يقوم يضايق اي حد أو في اي حد يحتك بالناس بالظبط، يتكلم او يعلق ان هو يقلل لها منه او يحسسها هي ان هي فيها مشكله او جايبه مشكله للمجتمع. طب دي تقول لها ايه الام اللي بتتعامل مع ابنها بالشكل ده؟ انا مش هقولها هي، انا هقول للمجتمع من قبلها. فكره ان احنا دلوقتي حاليا بنعمل مسلسلات وبدانا في التوعيه وان احنا نكثف لفكره وجود الاي دي اتش دي، فرط الحركه وتشتت الانتباه، وده كان عمل في رمضان السابق او اللي قبله، ودلوقتي مسلسل بيتكلم عن التوحد. انا بظهر للنور ان الناس دي ناس يعني ربنا سبحانه وتعالى خالقها، ناس اساسيه، ناس من المجتمع، ما ينفعش ان انا انكرهم او ان انا اتعامل معاهم بتقليل او اهانه او رفض. يعني في امهات بتجي تقول لي انا ابني مثلا وصل ل10 سنين وما طلعش من البيت، والله ما طلع من البيت، تقول لي كده لفكره ان انا مش عايزه يتقال عليا ان انا عندي ابن عنده مشكله، او ان انا المجتمع يبقى رافضني ويشوفني ان انا حد فيا انا مشكله عشان كده جبت طفل فيه مشكله. اعتقد لا يا دكتور، يعني اعتقد ان الامهات اللي بتخاف تخرج اولادهم من البيت ممكن يكونوا خايفين من فكره الاندماج او خايفين عليهم من المجتمع. فكره التقبل، انا لو عندي مشكله ومتقبلاها ده هيفرق كتير من ان انا رافضها. فانت في البدايه بتكون عندك بس وسط مجتمع بيساعدك،
انت بتقدري ان انت خلاص تواجهي بثقه. طبعا لما حد يسالك هو ابنك ليه غريب كده، لا هو مش غريب هو مميز. طبعا فبتبداي ان انت تتكلمي على ان دي نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى، ووهبك طفل عنده قدرات خاصه مش عنده قدرات معدمه. ازاي تكتشف بقى هذه القدرات الخاصه وتنمي موهبته؟ يعني ممكن يكون موهوب في حاجه معينه مثلا واحنا مش عارفين، والدته ووالده مش عارفين، لكن ازاي يكتشفوه؟ فكره ان انا رقم واحد لما هتقبل هبدا ان انا ابص له بعين القبول مش الرفض. فهبدا الاحظ ايه هي السلوكيات الايجابيه، مش هبدا طول الوقت مسلطه على السلوكيات السلبيه. فمع تركيزي في السلبي الايجابي بيختفي وبيتلاشى. انا من يعني من نعومه اظافر ابني اكتشفت طبعا او ان هو تم تشخيصه ان هو عنده توحد، فببدا اشتغل معاه تخاطب، تنميه مهارات، ايه القدره اللي فيها قصور عشان ابدا انميها. فوانس ان انا نميتها بيبدا يظهر كانك بالظبط كده ايه اكتشفت لؤلؤه وسط محار. فبيبدا يظهر لك الجوانب الايجابيه ان الطفل ده ما شاء الله مميز في الذكاء العددي. يعني انت دايما تسمع عن الاطفال اللي عندهم توحد، صحيح مهارة الذكاء العددي، الحساب والعمليات الحسابية، إن أنا مثلا أكتشف إن هم عندهم مهارة الحفظ العالية، لو هو عنده الذكاء اللغوي عالي يحفظ مجلدات بالكم. يعني زي بالظبط في مسلسل حلقة خاصة هو سمع لها القوانين قبل وبعده بترتيباتها. فدايما بيكون عندهم مهارة وقدرة عالية، بس مع ولي الأمر والأخصائي الشاطر اللي عرف ينور الحتة دي عند الولد ويبدأ إن هو يستغلها في إن هو يطورها. يعني انا هقول للام خدي بالك ان الولد ده عنده ذكاء عددي، طوريه ونميه. دايما حطيه قدام ارقام وعمليات حسابيه طول الوقت، ان انت تبقي بتعرفيه على حتى الحاجات من حواليه ان هو يعدها، ان هو يعرف عددها. ومن هنا ده هيشبع له الرغبه في المعرفه بزياده، فمش هتلاقيه قاعد بقى ساكت او قاعد بقى متوحد مش عايز يتكلم، لا هو خلاص اللي حواليا بيحاول ان هو يشدني ويطلعني من العالم بتاعي. احنا دايما بنقول ايه، هم اللي بيدونا الإذن إن إحنا نخش العالم بتاعهم. فأنس إن أنت دخلت العالم بتاعهم أنت هتلاقي منهم إبداع جبار ورهيب. ممكن يعني ربنا يحمي الكل طبعا، ممكن هو يتفوق على قدرة الطفل العادي اللي عنده يعني مستوى قدراته طبيعية. بس الطفل ده سؤالي لحضرتك يا دكتور، مدى تحسن حالات التوحد ممكن توصل لحد فين؟ زي ما قلت لك في أول الكلام، أنا ممكن أوصل بيه لدرجة شبه سوية. إلا أن دايما زي بالظبط كده في المسلسل، أن أنا عندي الاستجابات الانفعالية هي اللي فيها مشكلة، أن أنا مش عارف أقرأ استجابة اللي قدامي ولا أنا عارف أديك الاستجابة المطلوبة. يعني بنقول عليه الإنسان الآلي بمعنى أصح، أنا تعبيراتي واحدة، الملامح كلها فلات، مش بديكي تعبيرات أن أنا متأثر أو إلا ممكن لو بالكلام. زي بالظبط المشهد المشهور، أنت هترفضيني زي ما الكلية أو الجامعة رفضتني. اوكي هو بيقولها برتابه جدا ومش بيقولها بتاثر، هو ممكن يكون حاسس من جواه بضيق وبالم لكن بره لا. فبتلاقي ان دايما الناس بتعلق هو في عنده مشكله، هو بيتكلم بالطريقه دي ليه. اوكي كان في عندي ولد عنده 17 سنه وكان في الجامعه، وزمايله في الجامعه ما كانوش فاهمين هو بيتصرف كده ليه او هو ما بيضحكش ليه، مهما بيقولوا نكت او بيحاولوا ان هم يقلشوا او يهزروا هو ما بيهزرش. فهو جاي بيتكلم عن مشكلته ان هو مش لاقي التقبل وان هم دايما بيسالوه في ايه. اوكي وهو بياخد هو كان مدرك لحالته. طبعا طبعا السن ده هو خلاص عارف ان هو عنده مشكله، فهو بيحاول ان هو يتقبلها ويعرف ازاي ان هو يتكيف وسط مجتمع اعلى منه في الجزء ده. لان انت يعني الطفل ده لما بيكبر في مرحله مراهقه وبعد كده في مرحله الشباب، انت هنا بتوعيه ناحيه الاضطراب اللي موجود عنده او ايه الجزء اللي لسه فيه قصور عشان يبدا يتكيف معاه. فبالتالي بيتقبل التنمر او الاسئله اللي فيها تكهنات حوالين حالته بقبول، بل بالعكس هو بيقف يشرح لهم انا عندي مشكله في كده 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 كده، فممكن اخد وقت شويه في ان انا استوعب منك عشان ابدا اضحك او اديك رد الفعل المناسب. لان ممكن يكون عنده القدره التحليليه ابطا شويه او بتاخد وقت في ان هو عايز يخش في تفاصيل معينه معقده احنا ما بنوصلهاش بتفكيرنا على فكره. يعني او هو ده الملكه بتاعه الحفظ والاستنتاج. يعني كان في برضو من ضمن الناس المشهوره بس انا مش متذكره اسمه قوي، هو رسام وقفوه قدام اوتيل كبير جدا فيه اكتر من 1000 وحاجه نافذه، رسمهم باماكنهم بالعدد الصحيح المطلوب جوه الرسمه. فهم بيكونوا عندهم مقدره على ان هم بيلقطوا تفاصيل احنا نفسنا ممكن نكون مش شايفينها. فده بياخد منه وقت شويه لحد ما يبدا ان هو يستوعب التحليل او التفصيل، فيبدا يجريكي بقى في الحوار. لكن هو عشان يوصل للمرحله دي ويبتدي يشرح للناس والمحيطين بيه الحاله اللي عنده بالظبط، لازم يكون هو شخصيه
شغل جبار. لازم يكون اثناء تربيته لازم يكون اتعود على المواجهه، صحيح، انه يكون موجود في المجتمع، بالزبط. انه يتكلم عادي، ان حتى واحنا بنتكلم عن اخطاء بعض الامهات من الممكن يكونوا قاعدين مثلا في تجمع او كده وهي قاعده بتشرح حالته لحد وهو قاعد سامع. اعتقد دي من ضمن الحاجات برضو اللي على حسب الشرح. لو انا هشرح باستكانه وضعف واعمل ايه بس، ده اللي اقصده. ده اللي اقصده، انا ربنا عنده مديني نعمه. عارفه انت لما تيجي توطي صوتها شويه تقول اصل هو عنده، هو بيبقى سامع الكلام، هو طبعا بيتاثر طبعا. اكيد بيتاثر، وبعدين بيشوف ان انا في حاجه ماما عايزه تخبيها. انا اي البادي لانجوج كلها، فازاي هو يواجه بعد كده نبره صوتك، هو بيستمدها منك وبيعرف نقاط الضعف والقوه بتاعت اللي قدامه. اما ماما نفسها اللي هي اول مؤثر في العالم بتاعي مش متقبلين، هم للعالم الداعم الاول زي ما بنقول. بالظبط بالظبط، زي ما حضرتك قلت يا دكتور، هي فكره التقبل وفكره انه اولياء الامور يعني يدركوا انها منحه مش محنه، وانهم ممكن يقدروا ان هم يخرجوا بطفل بالعكس عنده قدرات اعلى وقدرات خاصه حتى عن الاطفال الاسوياء. يعني انا بشكر حضرتك جزيل الشكر طبعا. شكرا. دكتور سهام حسن الاخصائي النفسي وتعديل السلوك، نورتينا في صباح السليم. شكرا جزيلا. بكده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا مع حضراتكم، بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.